الطيبين أهل مصر. بيحلموا بمستقبل أفضل لمصر. مبارك شعب مصر. مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصر المستقبل. النهاردة الحلقة دي عاملينها علشان نتكلم على مواضيع هامة جدا وأهمها طبعا على الإطلاق الحادث الأليم اللي حصل يوم الجمعة الماضية واللي راح في 33 شهيد و25 مصاب. يمكن احنا يوم الجمعة في برنامج مساء الخير امريكا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل سريع لان ما كانش في ترتيب، ولكن النهاردة هنتكلم عليه بالتفصيل لان طبعا بعد الحادث تمت عدة اجراءات هنلقي الضوء عليها وهنشوف ظاهرة الارهاب النهاردة مصر هتتعامل معها ازاي بعد ما وصل الوضع لحد لا يمكن السكوت عليها. النهاردة بحب أرحب بضيفنا وصديقنا العزيز الأستاذ رأفت صليب. أهلا بك أستاذ رأفت. أهلا بحضرتك وبشكرك على قبول الدعوة أن أنت تحضر معنا النهاردة. ده شرف لي يا فندم. وهنبتدي الأول نتكلم عن الحادث، أن كل المؤشرات بتقول أن موضوع سينا عليها تركيز كبير من قبل ما يبقى فيه مرسي، ولكن أثناء وجود مرسي تم تجهيز هذا المكان ليكون تجمع لجميع إرهابي العالم. ده تبع الخطة اللي كانت مرصودة للمنطقة وتقسيم المنطقة، فكان سيناء هي المكان اللي تم اختياره لتتجمع فيه جميع الجماعات الإرهابية ومنها يتم التنسيق مع الإرهابيين و تنفيذ الخطة اللي كان مراد بها تقسيم المنطقة العربية كلها إلى دويلات صغيرة. لو احنا رجعنا بالذاكرة عشان برضو نشوف موضوع الأنفاق ده ابتدى ازاي، احنا لغاية يمكن 2005-2006 ما كانش فيه أنفاق، يعني الفترة لغاية 2005-2006 ما كانش فيه أنفاق. ابتدت الأنفاق بداية من أواخر 2005 وبداية 2006. في الفترة دي كان اللي بيحصل يعني التنظيمات الجهادية اللي موجودة هناك كانت قامت ببعض العمليات في 2004 وفي 2005 في دهب، كلنا فاكرين ده، وفي 2006 في شرم الشيخ. وبعد كده العمليات أخدت شكل تاني مختلف بعد وصول الإخوان للحكم، وابتدى موضوع الأنفاق يزداد لأنه ابتدى بنى الأنفاق والتواصل ده من أيام ما كان الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن الكمية زادت والعدد زاد أكتر والنشاط ما بين الطرفين كان أكتر في أيام الإخوان لما كانوا حاكمين مصر أيام الرئيس مرسي. اللي أنا عايز نلقي الضوء عليه النهاردة، هل موضوع الأنفاق كان يجب اتخاذ قرارات بهدمها من زمان واحنا النهاردة نعتبر متأخرين، ولا كان الموضوع ده ما كانش واخد الاهتمام، ولا كان مش معروف قوي اهميته؟ يعني كل المؤشرات النهاردة بتقول ان الانفاق دي هي السبب الرئيسي لتهريب الاسلحة وهروب الارهابيين واداء العمليات الارهابية ورجوعهم من خلال الانفاق علشان يختفوا في قطاع غزة، لدرجة ان بعض المحللين العسكريين بيقول لك ان لما كانوا بيطردوا اي ارهابي بعد اي عملية بيلاقوه بينتهي الى بيت بعدين يخش وراء البيت ما لقوهوش. اكتشف بعد كده ان بيبقى داخل هذا البيت
ممكن في داخل اوضه النوم يكون مدخل ومخرج لنفق. فدي خطوره الموضوع ده. عشان كده النهارده بيبقى كل الاراء بتقول يجب انهاء موضوع الانفاق بصفه نهائيه. الاول احب اسمع رايك في موضوع الحادث، وبعدين هنشوف ردود الافعال ونبتدي نتكلم عليها. طبعا في البدايه كالعاده بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اتحاد الدولي المصريين بالخارج ومنظمة مصرنا الجديدة اللي نتشرف بعضويتها، ان انا اقدم العزاء للشعب المصري كله وللجيش المصري والشرطة في فقدان عز شباب. والواحد ساعات بيسأل نفسه بيقول امتى ينتهي المسلسل، ان احنا نطلع نقول نعزي نعزي نعزي، احنا عزينا كتير، فهل مسلسل العزاء ده هيستطب ولا لا؟ والواحد بيقول لكل ام خسرت ابنها، وكل اب خسر ابنه، وكل اخ خسر اخوه، فقد يعني فقد ابنه وفقد اخوه فبنقول لهم قلوبنا معاكم، واحنا شفنا الملحمه التاريخيه ان انت بتشوف على ارض سيناء تاني بعد حرب 73 وحرب 67 والحروب اللي مرت بها مصر قبل كده، ان دم القبطي ودم المسلم بيمتزجوا مع بعض على ارض سيناء. استاذ مجدي، انت قلت حضرتك موضوع الانفاق ولا اخره في احداث الارهاب اللي بتحصل في سيناء. الانفاق لما رجعنا سنه 2005 و2006 كانت في انفاق، بس فرق بين الانفاق اللي كانت موجوده في 2005 و2006 وفيما بعد، في الفتره اللي كان فيها نظام الاخوان وحكم محمد مرسي اللي هو الفتره اللي جايه اللي هي 2013 و2000 وبدايه 2012 و13، الانفاق اللي كانت موجوده في سيناء كانت انفاق الغرض منها تهريب بضائع، تهريب مواد تموينيه، تهريب ادويه، ما كانش فيها الخطر عمليات ارهابيه او تهريب اسلحه. الفتره اللي قعد فيها الاخوان المسلمين في حكم هذه البلد لمده سنه حصل ما لا يتخيله عقل بشر، الا وهو تهريب السلاح. وتهريب السلاح في فرق بين تهريب سلاح خفيف وتهريب سلاح تقيل. السلاح التقيل اللي هو دخل الار بي جي ودخل الهاون والحاجات دي كلها، الحاجات دي عمرنا ما سمعنا عنها. لان احنا في ايام حسني مبارك ما كناش بنسمع ان في سيناء اللي بيحصل دلوقتي، كانت الجماعات دي كلها محجمه. بس كان بيحصل حاجات تخطيط، كان ممكن بيعملوا بعض او بيستحوذوا على بعض المتفجرات او مواد اللي بيعملوا بيها تفجير واسلحه خفيفه يعني، بس ما كانش بيحصل اللي بيحصل دلوقتي. ما كانش عمرنا مثلا سمعنا عن قتل عساكر جيش ولا اخره، وكان تموت لا 15 و13 و18 و33، ما كناش بنسمع الحاجات دي. اللي نقدر نقوله النهارده، اللي احنا بنعاني منه النهارده، هو حكم السنه اللي قعدوا فيها الاخوان في مصر. مين اللي جاب الارهابيين سيناء؟ هو محمد مرسي. مين اللي فتح لهم الانفاق؟ محمد مرسي. مين اللي ساعدهم على الانفاق؟ محمد مرسي. واحنا نفتكر الكلمه الشهيره بتاعته يوم من قتل اول الجنود بتاع عادل حبار، قال لك ايه؟ احنا عايزين نحافظ على القاتل والمقتول القاتل والجاني والمجني عليه. فهل ده تعبير من رئيس جمهوريه بيقول لك احنا عايزين نحافظ على دم ده ودم ده؟ فهو كان مديهم الاشاره، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، ان الاخوان كانوا عايزين يخلوا سيناء عباره عن اماره اسلاميه جمع فيها كل المنظمات الارهابيه اللي موجوده على العالم، ويجمعهم في سيناء هناك وبمساعده من الاداره الامريكيه. واحنا عايزين نتكلم في هذا، مش عايزين بقى نقعد نخفي نقول ان دول الامريكان ودول ما اعرفش اوروبا وكلام من ده. لما نسمع النهارده يحصل اي اعتداء في اي دوله في العالم من الارهابيين، تطلع الامم المتحده ويطلع الاتحاد الاوروبي ويطلع امريكا، ونقول لك وانا ودين وانا ودين وانا ودين. طب احنا تتبعنا ايدانا ايه اللي انت هتعمله النهارده؟ مصر بجيش بيعتدى عليه، البلد في حاله خطر، الارهاب ده الارهاب اعمى لا يعرف لا يعرف فرق بين دين ودوله وشعب، هو ارهاب اعمى، واحد بيطلعوه يفجر عنده عقيده معينه عايز ينفذها. وبدليل ان احنا بنلاقي كل المنظمات الارهابيه كل واحد بيختلف عن التاني، داعش تختلف عن اخوان، اخوان تختلف عن القاعده، القاعده تختلف عن بيت المقدس، بيت المقدس يختلف، كل واحد ليه فكر معين، لكن في الاخر تحت مسمى هم كلهم تحت رايه واحده، هم كلهم تحت رايه واحده. فاللي انا شايفه النهارده ان احنا المفروض النهارده كبلد نتحرك بطريقه مختلفه جدا، وننسى كلمه حقوق الانسان وحقوق الحيوان والكلام الفاضي ده. هنجيلها طبعا بالتفصيل، لان هو الـ الـ الواضح طبعا ان ساعه ما بتقوم مصر بواجبها لحمايه امنها الوطني بتبتدي ابواق تطلع كده بدون معنى وبدون هدف منطقي، وتبتدي تهاجم وتنتقد التصرفات. ولكن ده لا يمنع ابدا
وما اعتقدش ان احنا النهاردة في المرحلة دي عندنا ان احنا ناخد او نبتدي نسمع هذا الكلام او نقف قدامه كتير. يعني المفروض نتجاهل كل هذه الانتقادات ويبقى الهدف بتاعنا الرئيسي وهدف مصر الرئيسي ان الشعب كله مصطف خط واحد وايد واحدة ورا الرئيس، ومواجهة الارهاب ايد واحدة وكلمة واحدة ورأي واحد. هو ده المسؤولية اللي على كل مصر النهاردة. طيب أنا أستاذ مجدي معلش بقى اتفضل. أنت النهاردة في مرحلة تكون أو لا تكون بالظبط، مفيش هزار. أنت النهاردة مش جايب عيسى المعايل ده دخل واقف على احنا يعني مرحلة إن الجيش بتاعنا بينا. هو اللي في أقوى جيش أو الجيش الوحيد اللي باقي في المنطقة. بس كلام مظبوط. إذا كان النهاردة الجيش ده احنا مش هنقف كلنا وراه، يبقى احنا في يوم من الأيام هنفقد هذه القوة وهذا الجيش ونبقى زي البلاد اللي حوالينا. في ناس مش متخيل هذا الموضوع، ولكن الموضوع ده ممكن يحصل. هيحصل، كان هيحصل. ايوه كان هيحصل، كان هيحصل. ولولا ان يعني ربنا اراد بمعجزة، انا بسميها معجزة، ان الناس فعلا تبتدي تفوق وتبتدي تنزل ويظهر السيسي والناس تلتف حوله تبقى ايد واحدة علشان تتخلص من هذا الكابوس، احنا كنا واصلين في المخطط او في المسار اللي هيؤدي بينا ان احنا هنبقى اسوأ من العراق واسوأ من سوريا كمان، لكن الحمد لله. طيب انا برضو نرجع للحادث الاليم، لان الحادث ده الحقيقة اهميته ان هو النهاردة كمان بوضوح كامل، لان في بعض النعرات كده بتطلع دايما وتنتهز الفرص وتحاول انها تعمل تفرقة بين المصريين، حتة بقى مسيحي ومسلم وحاجات زي كده، يبقى شهيد وده يبقى الشهيد. احنا عارفين تماما ان في جميع المواجهات اللي قامت بيها مصر في حروبها سواء خارجيا او داخليا كان بيختلط فيها زي ما انت قلت دم المسيح والمسلم على ارض الوطن، فما ينفعش ابدا النهاردة تبقى اللغة دي موجودة، ولازم كل وطني وكل البلد تقف قدام هذه اللغة الهدامة. اللي انا عايز اقوله ان المرة دي بعد الحادث احنا طبعا كل أسرة مصرية تعاملت مع هذا الحادث بإحساس من الحزن والألم، لأن الحقيقة فيه منهم قصص يعني زي ما تقول واحد كان فاضل له شهر ويرجع ويطلع من الجيش أو حاجة زي كده، لكن القدر خلاه يبقى من ضمن الشهداء. فالحقيقة كل الشعب المصري تعاطف مع هذا الحادث وأثر فيه تأثير جامد جداً، وأصبح يعني بيبصوله كملحمة. في بعض الأصوات النشاز اللي هي موجودة اللي بتبص لهذا الحادث برؤية تانية خالص، وبتنتهز هذه الحادثة وتبتدي تطعن في مصداقية الجيش ومصداقية الوطن ومصداقية الدولة. فطبعا يجب في الفترة اللي جاية دي ان احنا ناخد بالنا كويس جدا من الموضوع. انا عايز نبص الاول على قبل حتى ما نشوف الفيديو ده، ان انا ضم صوتي لصوتك ونقدم التعازي المرة تانية. من احنا اولا بنعزي نفسنا اولا طبعًا. مش بنعزي اسر الشهداء بس، بنعزي نفسنا اولا، وبنعزي كل الاسر المصرية واسر الشهداء في مصابهم، وبنأكد لهم ان شاء الله ان مصر كلها هتكون وراه، مش هينسى حد ولاده اللي قدموا ارواحهم في ده الوطن. هنبص على فيديو بيبين جنازة الشهداء ونرجع نكمل حديثنا. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهداء القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب واستشهدوا خلال الهجوم الإرهابي الغادر على نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات المسلحة بمنطقة كرم القواديس بالشيخ زويد بشمال سيناء. بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقولكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي، في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين، الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش
ويكسر جيش مصر باعتباره العمود، عمود مصر. هو انتوا يا مصريين ناويين تنجحوا؟ لا، مش مطلوب ان مصر تنجح. انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه، متوقعينه، واتكلمنا فيه وقلنا عليه من قبل 3/7، وكنا بنقول يا يقابلوا المصريين يا يقابلوا الجيش. فقلنا الجيش يقابله، مش عايزين نتهز. اوعى تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا، ازاي؟ بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. مصر بتخوض حرب وجود، مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد، لكن نبقى عارفين ابعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. كلام مهم جدا، كلام مهم جدا، لازم الواحد ياخد باله. يعني هنا في تحذير، أولا في إشارة واضحة وصريحة جدا إن في دعم خارجي، طبعا معروف منين. الإشارة الثانية إن في خطط من بعض الدول اللي مش عايزة مصر تنجح. فهل احنا واعيين للنقطتين دولت وحنقدر ان احنا نعديهم واحنا واخدين بالنا، ولا هيبقى عندنا بعض الهفوات اللي ممكن تصدق او تبلع الطعم ونبتدي نتفرق؟ لان هنا الاشارة بتقول ان في دعم خارجي وفي بعض الدول مش عايزة النجاح لمصر. يعني زي ما شفت مثلا ابتدى بداية مشروع قناة السويس الجديدة، وفي 3 أيام أو في 8 أيام تم تحصيل المبلغ المرصود لهذا المشروع كاملا من الشعب المصري. كذلك عدة مشاريع لسه احنا شايفين امبارح كان في بعض في بعض المشروع اللي هو بتاع صوامع الغلال، اللي في نفس اليوم حتى إسرائيل كانت عاملة نفس المشروع. يعني تصادف غريب جدا. فكل الحاجات دي، وبعدين ده في فترة وجيزة جدا. هو الرئيس السيسي بقاله قد ايه منتخب، او بقاله قد ايه في مسؤولية الحكم؟ يعني قليل جدا، فلما يبقى خلال هذه الفترة الوجيزة عدة شهور يعني، وكل هذا الانجاز وما زال في انجازات جاية، طبعا ده مش هيعجب ناس كتير. موجود برضو جوه البلد ناس مش هيعجبهم الكلام ده، لكن الاكتر اللي بره اللي مش عاجبهم الكلام ده. واحنا بنخص بالذكر طبعا تركيا وقطر ومن يتعاون معهم. استاذ مجدي، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اعتقد ان احنا تو ماتش نايس كمصر كدوله. احنا تو ماتش نايس عندنا، يعني احنا بقى حاطين احنا واخدين بقى قلب الامه العربيه. والكلام الفاضي اللي احنا كنا بنقعد نسمعه زمان ده ايام لا 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 لا، انت النهارده في حرب زي ما قلنا قبل كده، اذا انت موجود او لا موجود. مش موجود، دي قضيه وجود. خلاص بقى، ما فيش الكلام الفاضي بتاع زمان نقعد نقول بقى مصر امنا. لا 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 لا، انت النهارده بتحارب فئه بتقول لك انا ينهي عليك يا انت تنهي عليا. النهارده ما ينضرب الجيش بتاعك، ده معناها زي ما النهارده واحد مثلا يجي البيت عندك يروح واخد رب الاسره وضربه ومبهدله قدام عياله، بيحصل ايه؟ يبقى قضى عليك، البيت بينتهي. بالظبط. فالنهارده ان الجيش ينضرب اكتر من مره ويتبهدل بالطريقه ديت، وزي ما قال الرئيس الطريق الحدود انا هعمله واحنا نجود او لا وجود. انا شايف ان احنا تو ماتش نايس مع حماس. هؤلاء الفئه الضاله اللي موجوده في جوه فلسطين يجب التعامل معاها بالطريقة المثلى والطريقة اللي هم اتعودوا عليها، لازم يتعودوا عليها بيها. لكن احنا نقعد نفتح بابنا ونفتح هوتلاتنا ونفتح بيوتنا ويجوا عندنا في القاهرة ونقعد نعمل فصل صلح بين حماس وبين فتحي، ولا حماس على احنا مناش خلاص بقى المواضيع دي. انت النهاردة جيشك بينضرب، ولادك بينقتلوا. انت النهاردة ما يجي واحد يضربك في ارضك غير ان انت ما تنضرب برا ارضك، ده تفرق كتير طبعا. ان انت جوه ارضك واللي بيضربك مين؟ حبة او باش جايلك مرة مرتزقة او جايين قابضين ولا اخره.
انا النهارده نجي تقول لي تركيا مش عايزانا، انا ماليش دعوه بتركيا، حط تركيا على جنب، تركيا لا تخص شيء في الامه العربيه. انا بتكلم على بلد 800 900 الف مواطن ما يجوش قد نص شارع شبرا، بقوا بني ادمين وعاملين نفسهم مش بيبيعوا شويه بترول بيشتغلوا. احنا المفروض نحط كل واحد في حجمه. ما احبش اسمع اقول لك ايه الشيخ التركي ولا المعروش ايه الامين القطري بيبعت رساله بركه للرئيس، الكلام ده كلام فاضي. انا النهارده لازم احط كل مسامات في حجمها، الناس اللي متعامل معاهم بالوضع الطبيعي، احنا مالناش دعوه بالشعب القطري، الشعب القطري بنقدره وبنحترمه ونشيله على دماغنا. لكن هؤلاء المرتزقه التانيين اللي شلبوه واللي امه ماشيه وكلام من ده، خلاص بقى يجب التعامل معهم بجديه وبقوه. مفيش وقت يا استاذ مجدي ان احنا نقعد نطبطب تاني، عهد الطبطبه راح وعهد ان احنا قلب الامه واحنا اللي ايه ده كلام ما ينفعش. بالزبط. لازم تحط كل واحد في حجمه. ليه؟ لان النهارده العالم كله من حواليك وقاعد بيتفرج ايه اللي بيحصل في مصر النهارده، عشان نقعد نسمع نقول ايه الامم المتحده تدين والاتحاد الاوروبي. لا 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 لا. يا عم دين. وبعدين الواضح ان دايما العالم بيحترم القوي، ده شيء طبيعي، العالم بيحترم القوي. احنا في عالم قوي ومعالم فلوس يا استاذ مجدي، بتخش في اي مكان معاك فلوس بيبقى ليك مكان، معاكش فلوس بتقعد جنب خلاص. ده الوضع اللي النهارده الصوره العامه اللي العالم كله بيسيطر عليها. الرئيس السيسي لما راح نيويورك وخطف في الامم المتحده وقعد مع اوباما، حط اوباما في حجمه. بالزبط. اوباما اللي طلب منه ورجع المكانه بتاعت مصر، هو ده الطبيعي، ومكانه رئيس مصر هو ده يعني الطبيعي. لما تعمل مقارنه كده بين الرئيس السيسي والرئيس المخلوع، ما تسموش رئيس يا بقى يعني، او الخائن المخلوع، انت بتقارن، فانت مش هتلاقي مقارنه، هتلاقي ان احنا كنا متجهين نحو القاع بسرعه الصاروخ لولا تدخل استاذ مجدي يعني. انت النهارده انا مثلا بعد تسمع حاجات يقول لك حماس في القاهره، حماس مين؟ حماس سبب الارهاب في المنطقه. بالزبط. الشرق الاوسط، اسرائيل ما يجيبش استقبالهم في القاهره، ما يخشوش اصلا. ما يعديش من حدوده النهارده. تعالى تعمل مثلا، هو النهارده بقول لك انا عايز اعمل منطقه حدوديه. منطقه حدوديه معناها ايه؟ انه يعمل لك جدار عازل هنا قطاع غزه، وبعدين يسيب لك ارض فاضيه حوالي مثلا 600 700 متر ويجي يعمل جدار عازل تاني. ليه بيحصل كده؟ هو عايز يعمل الحته دي ليه؟ لا وهيضيف لها مثلا قناه مائيه برضه. بص هقول لحضرتك على حاجه، الحاجات اللي احنا بنسمعها وبنقراها في الجرايد غير اللي بيحصل على ارض الواقع. النهارده بتعمل جدار حدودي هنا وجدار حدودي هنا، الحته اللي تبقى فاضيه دي يقدر يصطاد فيها كل الارهابيين والقتله بيخش. بالزبط. لكن لما يبقى سور واحد عامل كده، طب ما يخش والنافع يخش عندك. لا هو عايز يعمل عشان يحط لك حرس الحدود هنا. انت عارف المنطقه ديت في بيوت على عند السلك، هو ده اللي بيقوله الانفاق السلك. يا استاذ مجدي النهارده جايبين اوض نوم موجوده تحت الاوضه. أيوة. النوم في انفاق. أيوة. ومصورينها. وازاي بيخش الناس منها؟ حماس سبب ارهاب المنطقه. بالزبط. ولازم نتعامل مع هذه الفئه الضاله. سيبك من الكلام الفاضي اللي بنقعد نقوله الشعب العربي ودول عربي ايه ودول امه اسلاميه. ده كلام فاضي، الناس دي بيشتغلوا الاسلام. الاسلام قال له عمره ما قال لك اقتل، الاسلام قال لك عمره ما مص دم، قال لك ما خضعش الناس في شهر رمضان وتقتلهم. الاسلام ما قالش الكلام ده كله، الاسلام قال لك ان انت تتعامل مع الناس بالحسنى. هل دي الحسنى اللي بتتعاملوا معانا بيها؟ حماس تتحط في وضعها، قطر تنحط في وضعها، تركيا دي عباره عن حبه غلال ما يعرفوش حاجه وهم قاعدين بيلدلوا، والشعب التركي النهارده كله واقف ضد الراجل بتاعه. فانا ماليش دعوه بتركيا، انا عايز احط تركيا على جنب، تركيا تخرج نطاق الامه العربيه. لكن هل فود بتاع قطر لازم ينحط في مكانه؟ بالزبط. ونحطه في وضعه الطبيعي، لان النهارده السعوديه معاك، الامارات معاك، الكويت معاك، ابو ظبي، كل دول الخليج معاك. فانت ليه عايزين نبقى زي حسين وبيحصل في اليمن، ولا نبقى طبعا. زي العراق، ولا نبقى زي ده، ولا نبقى ده؟ لا طبعا. الكيش المصري لازم يتحرك بالطريقه اللي شايفها، اللي ايه امن الوطن والمواطن. أيوة. فين؟ لكن هنقعد نقول حقوق انسان واحنا خايفين على حقوق الحيوان، ويطلع لك حبه ناس يقول لك اصل مصر بتعمل ايه؟ زي النهارده الواشنطن بوست لما كنا قاعدين مع الرئيس بيقول ايه؟ يا جماعه الواشنطن بوست صح؟ الواشنطن بوست انا بس انا هقول لك الكلمه اللي قالها الرئيس. احنا بنقول له يا رئيس احنا قلقانين على البلد. قال لك ما تقلقش على البلد، البلد في خير وهتبقى في خير. ايوه. انا النهارده عايز اقول له يا رئيس احنا ابتدينا نقلق، احنا عايزين ثقتنا فيك وعارفين انت بتعمل ايه وعارفين المسؤوليه جامده، لان انت واخد بلد 30 سنه كان فيها مشاكل وجت سنه واحده ب 40 سنه كمان، بقى عندك 70 سنه انت بتعمل تطهير في 70 سنه من الارهاب، ومن الارهاب اللي كان مكتوم ايام مبارك ما كانش قادر يطلع عشان حبيب العدل والبرتيتا بتاعته، فكان دول كاتمينهم. النهارده ظهروا في ايام مرسي وبقى ليهم سعر، واحنا افتكر يا عاصم عبد الماجد وكان كل الحرامي اللي كان بيطلعوا والطقم الكل اللي مسجود في السجن كان بيقعدوا زي بهوات وحطوا رجل على رجل، ونسيناش اللي طبعا. ويقعدوا في مجلس الشعب وياكلوا ب 400 الف و 500 الف في الليله، سخريه القدر.
ده يعني هي فعلا هي فترة محمد مرسي كانت موجودة، كانت فترة للشعب المصري يتنفس شوية بعد حكم مبارك والخنقة بتاعت حكم مبارك، فجأة ربنا بعت لهم واحد يعملوا فكاهة عليه. يعني كان يعني لا بس الفترة دي كانت ضرورية، عشان نوصل نعرف ايه الوضع ده ونبتدي بقى. يعني اصل ما كناش هنقدر نقعد فترة طويلة وهم موجودين. استاذ مجدي يعني دي عناية الهية. طبعا مجدي. يعني انت عايز اقول لك حاجة، نجاح الفريق احمد شفيق لو كان نجح كانت مصر هتبقى في بحر من الدم، ما كناش هنعرف الناس دي. ما هم كانوا بيقول لك احنا هنولع البلد، هنولع البلد. ولو كان الراجل ده نجح ما كناش عرفنا الناس دي، كنا هنولع، كان هيولع البلد وكانت كل الدنيا هتبقى معاهم وتتعاطف معاهم، لان الناس مش عارفاهم. ويمكن كان برضو الجيش ما كانش هيقدر يعمل حاجه. ده ما هيعمل فين اصلا؟ بص لان انت خارج بقى من 30 سنه مش طايقهم، ودولت جايين المفروض تدي لهم فرصه، فهيقول لك ده تزوير وده مش عارف ايه وهكذا، ويبقى الجيش تبع اللي فات، فهيبقى الدنيا كانت ملخبطه. الترتيبه دي اترتبت من احسن ما يمكن. ده هو هي فعلا هي ايد ربنا اللي اشتغلت. استاذ مجدي انا النهارده انا لو صاحب قرار معلش انا انسى اي حاجه فيها هيومن رايت واخش في المسرحيات دي كلها، لان انا النهارده مثلا طلع لك بيان الامم المتحده زي النهارده الواشنطن بوست تقول لك مصر فيها حالات قمع. ومين اللي بيمول الواشنطن بوست؟ كل واحد النهارده الفلوس اللي بتشتغل. لا الرئيس ما معروف طبعا، معروف في قطريين كلها والسي ان ان ما كلها قطريين. أيوة أيوة. الرئيس قال كلمتين اتنين واحنا قاعدين بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه احنا في حرب الاعلام، كان بيوجه كلامه. ولما قعد مع الاعلاميين كلهم جم قابلوه هنا قالوا له ايه؟ بيقول لهم يا جماعه احنا مش في حرب سلاح، حرب السلاح مقدور عليها. حرب الاعلام اصلا كمان بيجيش الشعوب، هي اكتر من السلاح، هي اقوى من السلاح. بالزبط. بدليل ان انت النهارده ثوره الثوره اللي قامت اللي موجوده اللي قامت في مصر 25 يناير قامت ازاي؟ ما كلها قامت بالنت. أيوة. قامت بتويتر كلها، ما كانش فيها سلاح. هي كلها تك تك تك، ده اعلام، ده كل جزء من الاعلام، ازاي اتواصل معاك ده جزء من الاعلام. هو دور الاعلام ده هنجيله برضو لان ده مهم جدا. انا تقابلت مع ناس اعلاميين هناك واحنا في نيويورك للحاجه للاسف يعني. وبعدين تقابلت مع ناس كبار مش ناس اي كلام، فبقول لهم يا جماعه انتوا ليه النهارده وضعكم في مصر؟ بتطلعوا على التوك شو، بتطلعوا تتكلموا، تمسكوا الوزير تبهدلوه، تمسكوا مدير الامن، ده ايام مبارك الوزير ده ما كان حتى يقدر يرفع التليفون يكلمه. مدير الامن ده كنت بتشوفه بتمشي في الشارع تاني وتخبي نفسك امين شرطه. انتوا بتبهدلوا يعني، ما بقاش في احترام، ما بقاش بعد الثوره بقى المدير الامن يتبهدل، واحد يقول له في السكه في وش مدير الامن، واحد يقف في السكه في وش وزير. بقى الاسلوب غير لائق في التعامل مع الناس يعني. هل ده يا جماعه المفروض ينتقد بس باسلوب يليق؟ انقد واديني الحل. بالظبط. ما انت ما تنقدش وتقطع فيا وبعد كده تقول لي انت ما تساعدني في الحل لما انت خايف على البلد. ايه البديل؟ قول لي البديل إيه؟ بتاعي قول لي انا شايف ان انت كذا. النهارده مثلا نطلع كل يوم يقول لك مدرسه وقع فيها عيل، مدرسه وقع فيها صور، مدرسه زي امبارح جايب لك فلان فلان من الاعلاميين، كلب عض عيل في مدرسه. لا ما انا عايز اقول لك حاجه، كل القصص دي كلها خطط للتحريض ومعروف مين اللي وراها كمان يعني، لان الحاجات دي ما هي موجوده من زمان، هي مش فاهم. حاجات جديده. بس انت عايز الرئيس يعمل لك الوزير يعمل ايه يعني؟ كلب دخل صعب. قلنا النهارده اهمال المستشفيات، هل المستشفيات كسن مثلا من 3 سنين ولا 4 سنين كانت ممتازه؟ بالعكس، ده في احتمال تكون النهارده يا اما زي ما هي يا اما في تطور بسيط جايز. بس على الاقل في النهارده متابعه الوزير، ولكن ما حصلش انهيار اكتر، فالانهيار كان موجود اوريدي. يا حبيبي يا استاذ مجدي، ده كانت عباره عن دمل وابتدى ينفتح ناس تاخد بالها منه. لا انا اقصد لما بيجوا يصوروا واحده ولدت خارج المستشفى بتاع ده، كل ده ده بروباجندا معروفه يعني، يعني ده نوع من التحريض. يس. المدروس المدفوع له واللي بيترتب بطريقه يعني تثير الناس علشان يتصيد الاخطاء ويضعف موقف الحكومة وموقف الدولة، ويبقى الشعب دايما باصص على السلبيات ومش شايف اي ايجابيات. ما هو ده. واحنا المفروض في اللحظات دي، ما هنا التفكير ده تفكير الحقيقة مدمر. ليه؟ هو المصلحة مين النهاردة؟ انت عاوز الشعب يفقد الثقة بحكومته بدولته. يوم ما هيحصل فقد الثقة يعني معناها هتبتدي الدولة تفقد التعضيد الشعبي للحكومة وللجيش. لما تفقد ده هيبتدي يحصل ان الجيش او الشرطة تفقد الروح المعنوية. فقدان الروح المعنوية ده بداية الانهيار. فالمفروض يبقى هنا في يعني شيء من الذكاء في التعامل مع هذه المشكلات. ما يبقاش الواحد بسهولة يصدق كل ما يعرض ويصدق كل اللي بيتقال، وخصوصا ان الفئة دي كانت يعني عندها خبرة غير عادية في ترويج الشائعات، وده طبعا كان من ايام مبارك. انت عارف يا استاذ مجدي تقال لي ايه؟ مع 3-4 اعلاميين بقول لهم يا جماعه انتوا ليه مصورين البلد؟ يعني مثلا تجيبوا وزير بتبهدلوه. انا شفت عملتوا ايه في وزير التربيه والتعليم، عملتوا ايه في وزير يعني واي. رد واحد منهم وانا احترمته وحتى ما علقتش عليه، قال لي كلها فلوس، انا عايز اجيب اعلانات وعايز اجيب حاجات عشان اخد مرتبات.
المرتبات اللي بياخدوها الاعلاميين دول، انا سمعت ارقام، انا ارقام فلكيه. ده مش ارقام، ده يعني أم واحد بيقول لك بيعمل 12 مليون في السنه، واحد بيعمل 15 مليون في السنه. اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انا مثلا هقول لحضرتك على حاجه. اول امبارح وائل الابراش في البرنامج بتاعه اللي بيجيبه ده، جايب لك كلب دخل في مدرسه عض عيل صغير، ما كان زمان مش بيخش كلاب، ده بيخش تعابين. انت عندك مثلا 50 60 الف مدرسه في مصر كانوا منهارين على مدى 30 سنه، النهارده الوزير بيصلح واحده بواحده. حاجه تانية، جايب لك واحده اخوانيه جوزها بيطلقها وعمل حديث عليها وقعده كلها انه اتضح ان هي اخوانيه فعايز ياخد عيل. هل الشعب المصري في مرحله في الوقت الحالي عايز يسمع واحده رفع قضيه على جوزها او واحده رفع قضيه عشان خاطر مرحله رفاهيه؟ يعني انا عايز ادي لك مثال. لما النهارده في طالب بيخش مدرسه في امريكا ويضرب بالنار ويموت تلامذه، هل بيتقال الوزاره ولا بيتقال الحكومه ولا بيتقال حاجه؟ ولا حاجه. بيتم التعامل مع الحادث زي اي حادث، وده مش معناه ان الدوله فاشله ولا معناه ان في فساد ولا معناه حاجه. يعني اللي انا عايز اقوله لك، تصيد الاخطاء وعمل فوكس عليها علشان تظهر السلبيات وتخلي الشعب ما يبقاش دريان بالايجابيات ويفقد الثقه، هو ده بداية. ودي الخطة، ما هو النهاردة في خطة عاملينها الإخوان علشان الدولة لا تتقدم، زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة أخيرة لي، في ناس شايفة إن في تقدم بيحصل في فترة قليلة، طب طبعاً. إزاي نتقدم؟ طبعاً. الكلام ده مش عاجبهم، فلازم يبقى في تخطيط معين لإدارة هذا التقدم أو على الأقل لإيقافه. واحد الطرق حادث زي كده يتعمل يوقف الدولة كلها ويشغل الرأي العام ويشغل كل المسؤولين، ازاي بقى نحل الحادث ده وازاي نمنعه وازاي نشوف الاسر الشهداء وتعويضهم واعباء ماليه هنا وهنا وهنا. ولسه هنخش كمان في عمليه الشريط العازل، وده هيكلف الدوله قد ايه، لكن حاجه لابد منها. فكل دي مشاكل بتتحط على البلد علشان تعرقل تقدمها. استاذ مجدي، انت لو لاحظت في اي خطاب للرئيس كل كلامه على الاعلام. احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت اللي هو اول امبارح بعد الحدث ده ما حصل، الاعلاميين كلهم قعدوا مع بعض ونقابه الصحفيين وقالوا هنعمل وهنعمل وكلنا ايد واحده. ليه؟ الاعلام هي الرساله اللي انت بتوجهها للفقير اللي قاعد في البيت ما عرفش يقرا ويكتب، لما بيقعد في التلفزيون وبيسمع حاجه بتاخد نظره ليها. الراجل ده بيطلع بره فاقد الامل في اي حد، فاقد الثقه في اي حد. لما بتجيب له كلب دخل عض عيل في مدرسة يقول لك ده الكلاب كلها هتعض العيال وخلاص، هيسيبوا الكلاب على العيال. الحاجات دي كلها بتأثر على نفسية الشعب. ليه؟ لأن في تمويل، في تمويل. أنا النهاردة بلد بتنحارب من شعب موجود فيها، من فئة ضالة موجودة بتقبض فلوس. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، إذا هذه الأصوات ما تكممتش بالطريقة الصحيحة بالقانون وبالقانون ملهاش لازمة، والقنوات دي كلها تقفل. هنيجي برضو للموضوع ده، لأن طبعا النهاردة بص يا أستاذ مجدي، لازم احط قطر في حجمها الطبيعي. ال 800 الف مواطن اللي قاعدين هناك دول اللي ماسكهم حبه ناس عشان بيتاجروا شويه بترول وبيضحك عليهم من امريكا، وامريكا واخده القواعد بتاعتهم عامله لهم زي الشخشيخه في ايديهم وياخدوا الامر من امريكا قبل ما يتكلم، لازم يحط في حجمه. حماس، حبه الفئه الضاله اللي موجوده في حماس اذا ما حطتش في حجمها، والرئيس قال هيحطهم في حجمهم لان كلمه دول هيتحطوا في حجمهم، هو خلاص امنع عنهم الاكل، خلي اسرائيل تمنع عنهم هناك من الناحيه الثانيه، خليهم يموتوا زي الاوباش هناك، لان هم دول سبب المشاكل في مصر، ومصر تعاطفت معاهم. افتح المعبر، دخل الغلابه، طلع الغلابه، يخش يسرقوا ويخش يقتلوا ويخش ياخدوا التموين بتاعنا وياخدوا الحاجات اللي هي مدعمه من الحكومه والجهاز، يسرقوه زي ما حصل ايام المعزول ويهربوا الحاجات دي كلها، والشعب الغلبان كان قوت مصر رايح هناك. انت شفت خزانات الجهاز اللي كان معموله هناك؟ مظبوط. فانا النهارده يا استاذ مجدي لازم اقف واضرب بيد من حديد. انسى الواشنطن بوست النهارده قالت لك ايه؟ في عهد السيسي في القمع والارهاب والخطف، الناس دي ما بتشوفش اللي بيحصل للجيش. لا، ده تحريض واضح. يعني انت النهارده لما تيجي تقول الكلام ده، هل مطلوب ان انا اصدقه؟ طب ما انا شايف وعارف اللي فات ايه. يعني هل الاقمار الصناعيه كلها الامريكيه ما شافتش الجيش؟ انا مضرب. المفروض ده لا ينظر ليه، ده الواحد يتجاهله. استاذ مجدي بيهيج الراي العام عليك. انت المفروض عندك النهارده، انا عجبني وزير الخارجيه في الحاجه اللي عملها بعد الحدث، كلم كل السفراء على مستوى العالم، اطلع بره اشرح، اطلع اشرح، ابعت واشرح وصور وودي وجيب. ليه؟ لازم الخارجيه والدبلوماسيه تتحرك، لانك يبتدي يوضح المواقف، توضح المواقف. لان انا مش عايزك ترفع التليفون تقول لي الامم المتحده يقول لك بنك مون يقول لك ناسف وندين الحدث الارهاب. اشكرك جدا وشكر الله وسعيك. طب وبعدين انت ادانت الحدث، ايه اللي حصل؟ قال فين النهارده ما حصل؟ لو انت ترجع باك اللي حصل في تكساس سنه من حوالي 10-15 سنه، ايام ديفيد كاراتشي لما كان واخد مجموعه حواليه حبه اطفال وامهات وعملوا حصل امريكا عملت ايه؟
الاف بقى ايه عمليه ساعتها؟ فجر البتاع اللي فيها مات كام واحد ساعتها؟ هل العالم ادان اللي طلع لامريكا وادان وعمل وعمل المظاهرات اللي بتحصل هنا وكلام من ده؟ امن قومي خلاص مفيش. تيجي عند امنك القومي there is no board there is no line. انت زي ما قال رئيس وزراء بريطانيا قبل كده ما تكلمنيش عن اي حاجه لحاجه تتعلق بالامن القومي. استاذ مجدي اللي حصل امبارح في الاسبوع اللي فات في كندا واحد دخل البرلمان ضرب في البرلمان، يعني انت بتضرب في بيتك اكبر خطر يا استاذ. وبناء عليه خدوا بعض الاجراءات اللي لازم يتاخد اجراءات. انت النهارده بتضرب في بيتك ديت وجيش طبعا الجيش طبعًا. اللي هو ده الجيش ده اللي هو العمود الفقري خلاص ده اخر مزبوط. خط عندك بتشيله يطلع بقى حبه ال المرتزق اللي موجودين في مصر يقول لك في قمع. لا ما دام هنيجي لدورهم بقى لان دول وضعهم سيء للغايه. طيب ناخد تليفون ونكمل معانا الاستاذ ايهاب. مساء الخير استاذ ايهاب. مساء الخير يا استاذ مجدي. مساء الخير يا استاذ رأفت. تحياتي ليك وربنا عوضكم خير على البرنامج الجميل ده، وتحياتي لقناة اللوجوس القناة الأرثوذكسية الجميلة. الله يخليك تعيش. انا يعني بضم صوتي لصوت حضراتكم، بس عاوز اضيف حاجة بعد اذن حضرتك يا استاذ مجدي انت والاستاذ رأفت. تفضل. مش عاوزين نصدر يعني موجة إعلامية كده ونلخص ان المشكلة كلها على الحدود او المشكلة كلها مع حماس اطلاقا. يعني قد يكون الحدود يعني واحد على مية من المشكلة، وما اسهل حلها. الحدود سهل جدا يتم ضبطها وسهل جدا انها تتراقب، وخاصة بعض المنطقة الحدودية اللي يعملوها او الشريط الحدودي ده. لكن اللي انا عاوز اقوله يمكن استاذ رأفت يعني يمكن لمس نقطة. يعني احنا انتخبنا السيسي، انا شخصيا يمكن خدت اتوبيس ورحت بناس وسوقنا ما يقرب من 8 ساعات عشان ننتخبه، وبنحييه وواقفين وراه، وفعلا نتمنى ان الجميع يصطف يعني وراء سيادة الرئيس السيسي لحل المشكلة. لكن هناك يعني إن كنا فعلا عاوزين نحل في يعني حاجات أهم لا تقل أهمية عن المنطقة الحدودية إن لم تكن أكثر أهمية. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نلاقي المناهج بتاعتنا وخاصة في جامعات الأزهر والمدارس الأزهرية، أما نلاقي مناهج بتحض على قتل المختلف معاك في الرأي والمختلف معاك في العقيدة والمختلف معاك في الفكر، أما نلاقي هذه المناهج بتدرس في جميع المدارس الأزهرية والمعاهد الأزهرية والكليات الأزهرية في كافة ربوع مصر وخارج مصر حتى، وتلاقي ملايين من الطلبة بتتخرج كل سنة وهي درس هذه المناهج. أما نلاقي من ضمن هذه المناهج أن أنت يجوز ليك الاستنجاء بالكتاب المقدس، أما نلاقي من ضمن هذه المناهج أن أنت يجوز ليك قتل تارك الصلاة، أما نلاقي في هذه المناهج يعني كل ما يحض على العنف والكراهية. طيب ما هذه قنابل موقوتة بتتخرج من عندنا كل سنة، ملايين القنابل الموقوتة بتتخرج من عندنا كل سنة. وتعالى بقى شوف الدليل على كده، يعني تلاقي كل الجامعات لحد ما يعني هادية شوية، تلاقي جامعة الأزهر يعني ملتهبة. أيوه. فدي برضو حاجات المفروض ناخدها في الحسبان، والمفروض ان احنا نراجع هذه المناهج، والمفروض ان احنا يعني اذا كنا فعلا عاوزين نغير. مظبوط يا استاذ ايهاب. انا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم جدا جدا جدا، وده من ضمن الاجراءات اللي انا متأكد كلنا متأكدين ان الدولة هتاخد فيها اجراءات. يمكن لاحظنا في الفترات اللي فاتت يمكن خلال الايام السابقة دي ان في تشديد وتوجيهات على ان المناهج التعليمية يجب تغييرها، ويجب تغيير الخطاب الديني، والعبء الاكبر على الازهر، لدرجة ان في بعض الناس النهاردة المعتدلين بيبتدوا يهاجموا كل من يقف في هذا السبيل. يمكن احنا شفنا امبارح اجتمع السيد الرئيس مع وزير الأوقاف، وكان أهم نقطة في هذا الاجتماع هو موضوع الخطاب الديني، لأن هو الرئيس السيسي الحقيقة من أول يوم قال عليه.
بس يمكن هو شخصيته مش من النوع اللي لازم يقول كل مرة، مع المفروض أنا قلت مرة واثنين خلاص، يبقى لازم يبقى فيه إجراءات تدرس. يعني كان زمان مثلا أيام مبارك لما بيبقى فيه رأي معين مجرد يقوله يطلع على طول وزير تاني يقول لك بناء على تعليمات سيد. طب أنت النهاردة الرئيس قال، وقال مرة واثنين وثلاثة، فيجب الاهتمام بهذا الملف، لأن الملف ده يمكن هو النواة بتاعت خلق مجتمع سوي، بداية من النشأ، بداية من التلميذ في المدرسة، بداية من الطالب. ده مش على مستوى المعاهد أو الكليات الأزهرية بس، على مستوى جميع المدارس. يعني لازم يتم مراجعة كل المناهج أولا، ده بالنسبة للمراحل التعليمية كلها بما فيها الجامعات الأزهرية وغير الأزهرية، كذلك الخطاب الديني. في استاذ مجدي حاجه، انا طبعا انا مقدر كلام الاستاذ ايهاب وانا اجري وزهم، ودي نقطه كنا هنتكلم فيها. هو انا اصل كمان في حاجه، احنا اللي بيحصل النهارده هو نتاج 50 سنة من خطاب ديني بيحض على العنف والكراهيه. ده كلام مظبوط، بس احنا ما دريناش بالكلام ده لانه ابتدى يتراكم لغايه لما وصلنا للحظه دي. فاحنا علشان نوصل للوضع الطبيعي هنحتاج مجهود كبير جدا جدا جدا. ما عشان كده يا استاذ مجدي لازم الحكومه او او الدوله تمشي في اتجاهين بالظبط، في خطه طويله المدى وخطه قصيره المدى. طويله المدى ان انا ابتدي من الخطاب الديني من الطالب اللي بيخش المدرسه الصغيره اللي في اولى ابتدائي، لازم ابتدي اعمل له مناهج مظبوطه، ولازم اوعيه صح، لازم اغير قدامي. انت بتتكلم بقى لنا 40 50 سنه على هذا المنهاج. النهارده جت انفجرت القنابل الموقوته ليه كلها، هي فترة الحكم الإخوان اللي احنا أدت وزن هذا المرحلة. لا ولا قبلها، ولا قبلها بس كان برضو تسيب، كان في تسيب بس ما كنت بشوف اللي بشوفه النهاردة. لا ما كان الإخوان ما يعني متساب لهم الحبل على الغارب، بيعملوا اللي هم عايزينه. بس ما كانوا منتشرين في النقابات وفي في الجامعة، بس ما تعديش الخط بتاعك. ما تجيش لغاية عندي، ما تجيش لحد عندي، انا ما اعمل اللي انت عايزه. ده كلام هو ده اللي وصلنا. لكن النهاردة دلوقتي انت عندك خطة تقصيرة المدى، ان انا ابتدي من التعليم العيال الصغيرة ديت، ابتدي اجهزهم صح، اغير لهم المناهج، وابتدي اوعي. عشان اوعي الطفل الصغير لازم اوعي اللي في البيت عنده، لان الطفل ده في البيت عندي بيروح يقابل ابوه وامه، ما تقعدش مع مسيحي، ما تصليش مع مسيحي، ما تاكلش مع مسيحي، ما تعيدش على مسيحي، ما تعملش على مسيحي. المجموعة اللي موجودة دلوقتي اللي هي بتبعت خطاب ديني سيء وبتسيء الى الاسلام، زي عندك ياسر برهامي، الراجل ده مثلا قاعد طول بيطلع فتاوي لو واحده مش عارفه سابت جوزها فين تطلع فين، ولا ده المفروض ده يقبض عليه ونحط جوه السجن. لو الواشنطن بوست بتتكلم وتقول لك على قمع، طب ما الراجل ده متساب النهارده، قمع ايه؟ انت عايز خد تقتل الجيش بتاعي واسيبك؟ لازم احارب الارهاب. طب لان ما حاربتش الارهاب هنا، الارهاب هيجي امريكا وهيجي بالزبط. استراليا وهيجي كندا، مش بعيد عن اي حد. لا هو النهارده اللي بيعملوه داعش، هو مين امل داعش النهارده؟ النهارده داعش بتعمل ايه؟ بتاخد البترول النهارده بتبيعه ب 30 دولار الجالون، البيرل بيبيع ب 30 دولار البيرل، بيتباع بيروح فين؟ بتروح لتركيا، تركيا تاخده تبيعه لدول اوروبا وبيعه ب 75، النهارده البيرل 88 دولار، الفرق ده كله بتاع داعش مش فارق معاه. لما تديله 30 دولار في البيرل هو ما يعرفش قيمته ايه، هو عايز سلاح وخلاص، هو عايز يشتري سلاح. بالزبط. لكن النهارده تركيا المستفيده من داعش، وعشان كده تركيا بتصبر ده، هي اللي هي بتسطر على مش ده. من مصلحتها تهاجم داعش، لا طبعا مش مصلحتها. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا النهارده البلد كانت في حاله غوائيه بعد الاخوان المسلمين والحكم اللي عدوه السنه اللي عدوها فيها. احنا النهارده الرئيس قدامه حاجتين، او الدوله قدامها حاجتين، في عندك جوه البلد في مشاكل، بره حدودك في مشاكل، انت عندك حدودك مع ليبيا فيها مشاكل، حدودك مع السودان فيها مشاكل، اليمن عندنا لك مشاكل من الناحيه التانية، عندك النهارده مشاكل كبيره جدا كده اللي جالك من قطاع غزه، عشان لازم يقضي على ده كله عشان يقدر يفضل اللي جوه. لكن مزبوط. عشان يمشي الاثنين في وقت واحد، هو مزبوط. ماشي في اثنين في وقت واحد، وقال لك انا ايه كل خطابات الرئيس بيقول لك ايه، انا ماشي في كل الاتجاهات، انا ماشي هنا وهنا وهنا. مزبوط. بس جوه يا جماعه العمليه صعبه، طلبت الجامعات بالاخوان المسلمين بالذات جامعه الازهر. يعني هقول لك على حاجه اتقال من راجل، يعني من راجل سيادي بيقول لك ايه، قال يا جماعه النهارده احنا عندنا مليون اخواني، واحنا ما قعدنا في اجتماع معاهم، فقال لك مليون اخواني اخلص عليهم ازاي؟ ما هو المليون الاخواني ده في نقابات، في جامعات، في الازهر، في المستشفيات، في المدارس، في النقابات، في كل ما يخفي الملاعب الكوره، في كل ما يخطر على بالك، انهي عليه ازاي؟ ما هو ده مليون ده موجود في النص. عشان اطلعه مش شرط الاخواني ده يا جماعه، زي ما حصل مع الراجل اللي كان ماسك مساعد وزير الكهرباء اللي كان بيعمل المشاكل دي كلها، لم ربي دقن ولا حاجه، بس هو عنده ميول اخوانيه، مش شرط انه يبقى اخواني، بس ممكن يكون متعاطف مع الاخوان.
انت عشان تجيب الناس المتعاطفه مع الاخوان دي كلها عمليه صعبه, موضوع مش سهل, عايز ياخد وقت وياخد مجهود وياخد متابعه وكل عشان كده النهارده كل امن الدوله الاهلي عايز تعاون, ما هو لازم تعاون من فئات تعاون الشعب, تعاون من بقى؟ تعاون من جميع فئات الشعب بالزبط. بما فيها الاعلام للنقابات للشرطه للجيش للشعب. النهارده انت لما تشوف قنبله في الشارع روح بلغ عنها, لما تشوف واحد بيميله وطمينة مش طبيعية روح بلغ عنه. ليه؟ لأن كل قوة الشعب لما تتضافر مع بعضها هنقضي على الإرهاب. الدولة الوحدة ما ده الشرع على الإرهاب, زي ما النهاردة مثلا يقول لك إيه الجيش ممكن يقضي على الإرهاب جوه البلد. نو, الجيش ما يقدرش يخش جوه البلد, ده شغل الشرطة. ليه؟ الجيش ما يقدرش يخش من حوالي, هو سبب إن هو كان في سيناء بياخد وقت طويل ومش قادر عشان لأن فيه بيستخبوا أو بيختبوا في وسط الناس المدنيين, في وسط الناس المدنيين وأماكن سكنية. الشرطة النهاردة بقى وضعها أحسن من الأول, اتسلحت صح, ابتدت فيها معاها أسلحة, بقى معاها أسلحة تقيلة, الشعب واقف ضد مع الشرطة. النهاردة دمج الشرطة مع الجيش, وطبعا في ناس النهاردة طلعت أقلام جديدة يقول لك إن الجيش هيعمل مع الشرطة يا جماعة أنت في حالة حرب, don't worry about جيش, don't worry about الشرطة, don't worry about one thing. ايه هو الوان thing قدامي؟ ان فيه ارهاب اعمى جاي, انا اتصدر له, الجيش اتصدر له, الشرطة اتصدر له. ما النهاردة منشآت الجيش, مش الشرطة مش قادر تحمل منشآت الجيش دي, ما اتعامل معها. لان في حاجة ناخد بالنا منها, ان ما زالت في ناس عندها حساسية من الشرطة. الناس ما عندهاش حساسية من الجيش, الناس كلها متعاونة مع الجيش. لما خلي الجيش يخش يحمل المنشآت الحيوية في البلد. لا, هو في كمان حاجة تانية, دي طبعا فكرة مهمة جدا وكويسة جدا, بس هو لما النهاردة يتم الاعتداء على المنشآت الحيوية ونخش في قضايا نقعد لنا 3 4 5 6 سنين مش هتنفع القصة دي, لأن هو النهاردة القضاء عنده قضايا كتير جدا, ويعني القضاء عبء عليهم كبير جدا. فعلشان برضو قضايا الإرهاب بالذات يكون لها وضع خاص, وده مين اللي يقدر الكلام ده؟ مش أنا ولا أنت, اللي يقدر الكلام ده لجنة الدفاع الوطني اللي هي بتحدد ايه هي مقومات الامن الوطني وايه هي حدود حمايته. اننا القضايا الارهابية تحال القضاء العسكري, ودي طبعا برضو هنتكلم فيها بالتفصيل بعد ما ناخد مكالمة معانا الاستاذ مرجان. مساء الخير. اهلا, ازيكم؟ اهلا وسهلا, اهلا بيك. ازيك يا استاذ مجدي؟ اهلا بيك يا استاذ رأفت طليب, يا احلى بيزنس مان. الله يخليك يا فندم, مشكورك جدا. الله يخليك. انا بس عندي نقطتين هقولهم مهمين جدا, هنا ثلاث نقط ومش هعلق كتير لاني وقتكم ما يعني المفروض ما حدش ياخد اكتر من دقيقه او دقيقه ونص. نمره واحد, السعوديه ومن وراءها لكل تعاليم مصر. وهديكم مثل بسرعه, افتكروا ايام عبد الناصر, نساؤنا كيف كانت في أيام عبد الناصر؟ ليه بقى؟ لأن عبد الناصر شتم ملك السعودية وقال له بالجزمة, ده اللي قاله عبد الناصر وموجود على الفيديو, ده مش كلامي. رجالنا أبو الزيبة اللي بعده اللي اتخرم زادت وجالنا الألعن منه اللي سلم البلد 30 سنة في حكمه لحد ما جالنا الملعون الإرهابي اللي في السجن, ان انا عايز اشوفه مش يتحكم ولا ضرب بالنار, انا عايز اشوفه معلق في ميدان التحرير واربعين خمسين مليون يشوفوه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بسرعة, العالم الفيزيائي الالماني ألبرت أينشتاين المعروف بقى بالنسبية قال 10 جمل, بس انا هقول جملة واحدة هي, قال يوجد شيئان لا نهائيان, الكون وغباء الانسان. الكون موجود واحنا قاعدين كل شهرين يضرب لنا, هنقول السيس لسه جديد ماشي 13 في 21 في 12 في 30. هلو الجيش, انا واحد كنت من الجيش يس, لكن مش هعلق تاني. شكرا يا استاذ مرجان, وصلت النقطة. شكرا جزيلا. يعني هو يرى ان يعني تكرار العمليات, ولكن ما احنا كنا بنقول تكرار العمليات هو التعامل معها كان بيتم بشيء من الحذر نتيجة لوجود مدنيين في المنطقة الحدودية, والمنطقة الحدودية دي هي المرتع اللي كان بيختبئ فيه الإرهابيين. وعشان كده احنا لما نبص للإجراءات اللي اتخذت النهاردة بعد عمل فرض حالة الطوارئ على الشريط الحدودي وعمل حظر تجوال أثناء الليل, وبدأ فعلا في استلام, تم هدم حوالي 43 منزل
لغاية دلوقتي وبيتم تجهيز الباقي، وحيتم إخلاء المنطقة ديت بطول الشريط الحدودي بعمق 300 متر، وحيتم القضاء على الأنفاق نهائيا، وحيتم تسوية هذه المنطقة بالأرض. والمرة دي في إصرار واضح جدا على أن خلاص أستاذ مجدي دي مفيش بعد كده فصال في الموضوع ده. احنا ياما اتكلمنا في هذا الموضوع، وياما عملنا قلنا وبعتنا حاجات لمصر، وكنا بننزل حاجات في الجرف مصر، يا جماعة we are too nice enough is enough. احنا زي ما قال الأستاذ مرجان 15 في 30 في 21، انت بتتكلم ده مش قنبله واحد بيضربها في ميدان في الشارع بيموت له 5 6 مدنيين. الجيش، ايوه طبعا الجيش اللي هو هنا هنا البيت. هنا الخساره بتبقى دبل ليه؟ لان هنا في خساره ماديه في الشهداء طبعا راحوا، بتبقى تريبل معنويه طبعًا. انت بتتكلم سيبك من الماديه مقدور عليها، لكن طبعا المعنويه ان كل بتحطم كل الجيش بتحطم كل نفسيه الناس. انا واقف دلوقتي في الكتيبه بتاعتي ما حدش حارسني، انا عايز احرس مين بضرب النار. انا احنا المره دي حاسين تماما ان المره دي الوضع مختلف. ده كان المفروض يا استاذ مجدي يحصل من تاني مره حصلت بعد الانتخابات الرئاسيه، بس احنا همنا كتير وقتها كان الاوضاع السياسيه العالميه شويه صعبه. انا ما تفرقش، معلش يا استاذ مجدي، انا ما تفرقش الرئيس السيسي حط اوباما في مكانه. لما جه هناك شاف انت الرئيس اوباما عمال يبص مش قادر يبص في وشه. الرئيس السيسي حط مصر في مكانها الطبيعي. مظبوط. الراجل وهو بيتكلم وهو قاعد معانا في القاعه تبص تلاقي عينه عليك، وكل كلمه بتقولها بيرد عليك واثق من نفسه، حتى هو ماشي تحس ان هو ليه هيبه، ليه منظر، ليه شكل. بالزبط. يعني هو خارج راح يقابل هيلاري كلينتون، وقابل كلينتون تحس ان ماشي الارض بتدب. انت فاهم، راجل ليه مكانته، مش زي الجربوع اللي كان موجود قبله اللي كان ماشي عمال يبص في ساعه ويقعد في الجلافات طالع في بدله، ده جابوه من الغيط قعدوه على كرسي. انت خدت بال حضرتك؟ فالراجل النهارده بيحط مصر على مكانها الطبيعي. العالم كله النهارده ابتدى يجي لمصر ويديها الاحترام وقرها، لان مصر بتحارب الارهاب نيابه عن هذه الدول، العالم كله. يعني هو قالها اكتر، انا النهارده بيحارب الارهاب عنده لانه هيتصدر بره. بالظبط. وكان مرسي عايز يعمل ايه؟ كان عايز يروح يجيب مجموعه من افغانستان، مجموعه من باكستان، مجموعه من اوريدي بعت لهم وجابهم كلهم، اللي خرجهم بقى من السجن. ما هو جابهم كلهم وخرجهم من السجن وكان منهم كلهم افنديه وهم قعدهم في السجن. لسه موضوع الافراجات ده في نقطتين مهمين جدا دلوقتي. الافراجات اللي هي العفو الرئاسي اللي عن المسجونين اللي كانوا واخدين 30 سنه، واللي كان واخد اعدام، واللي كان واخد 25، غير اللي كان ممنوع دخوله مصر او كان هربان بره ورجعوا، وكل دولت كانوا بيقعدوا في المنصه جنبه في الاحتفالات. استاذ مجدي انا افتكر، مش فاكر احتفال 6 اكتوبر طبعا ده كان اللي كان قاعد عاصم عبد المجيد كان قاعد، والتاني يعني اللي عمل 6 اكتوبر ما كانش موجود حد من ريحته ما جاتش سيرته. لا 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 لا، انما اللي موتوهم اللي كانوا موجودين حواليه. يا استاذ هو ده الترجمه بتاعت مين اللي كان بيحكم. احنا انا افتكر ان احنا على القناه ديت احنا كنا موجودين في يوم واتكلمنا وقلنا مرسي قبل ما حد يتكلم فيها، مرسي ادي 800 واحد من قطاع غزه اداهم الجنسيه المصريه. فاكر اليوم ده؟ طيب انا معايا مكالمه من مصر، الدكتوره رجاء. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتوره. اهلا، مساء النور. أهلا، انا مساء. اول مره اكلم عندكم في قناه اللوتس. ده شرف لي الحقيقه. انتوا الاثنين يعني انا مبسوطه جدا جدا من الحوار بتاعكم الحقيقه. يعني معجبة جدا جدا لأنه كنتوا بتاخدوا الموضوع فعلا بعمق ومش بسطحية وفاهمين الوضع كويس زي ما كأنكم عايشين معنا في مصر. طبعا احنا عايشين بقلوبنا في مصر. انا بس عايز اقول ان الحرب على مصر فعلا من جوه ومن بره. أيوة. من بره كان سهل، احنا ايام 73 كان عندنا عدو باين وظهر ونبنى من حربه. لكن لما حضرتك تبقى تلاقي ان خلايا 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 في اماكن 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 وفي كل حتة شوية، واللي بيحط هنا متفجرات وهنا متفجرات وهنا متفجرات، يعني عملية صعبة جدا صعب. انك انت يعني تحمي الداخل وتحمي الخارج في نفس الوقت. وبعدين يعني بالنسبة للخطاب اللي جيني برضو انا كنت عايزة اعلق عليه. دلوقتي فيه يعني السيسي من الاول قال الخطاب الديني لازم يتصلح. وفي برنامج حلو قوي على قناة القاهرة والناس، واحد اسمه اسلام بحيري، لما تسمعه يعني تنبسط جدا جدا طبعا. من الكلام اللي هو بيقوله، وازاي ان هو بيقول ان هم بقالهم 1400 سنة عمالين يعلمونا كلام غلط
وقعد يتكلم على التفسيرات اللي عندهم والحاجات دي كل دي احنا والحقيقة كمان في الإعلام العظيم إبراهيم عيسى. فيعني فعلا في 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 حاجة جديدة بتتعمل. وأنا بشكرك قوي إن كنتم مقدرين قد إيه السيسي هو تعبان. الراجل فعلا استلم يعني أنا منه ما كنتش استلم المشكلة دي. يعني قال لي أنا كنت ماسك الجيش أقول للجيش شمال شمال يمين يمين يعملوا. لكن كنا إن هو جاي يلاقي التعليم تعبان والصحة يعني أنا ياما كنت أنا في الصحة كانت أحسن من كده بكتير. أنا خرجت من 2005 أنا على المعاش دلوقتي. يعني سؤال لحضرتك كده يعني الصحة في 2005 كانت أيوة. أحسن من دلوقتي؟ كنت يعني أنا كنت عملت عيادات كانت على أعلى مستوى. كنت ماسكة مدير منطقة وكنت عاملة عيادات كانوا بيتباهوا بيها ولحد لما خرجت بيتباهوا بيها باللي أنا كنت عاملاه أحسن من العيادات الخاصة وتعقيم ونظافة وكل حاجة. يمكن ده كان في مستشفى محدد يعني إنما باقي المستشفيات لا في منطقة بحالها منطقة. كانت ماسكة من أول أنشيت من سد العالي من لحد العبور يعني واخدة كل المنطقة دي عين شمس والمرج والسلام والعبور يعني مش عايزة أقول لك كانت إيه. شكرا. فكان فعلا في شغل كويس قوي وبالامانه حسني مبارك وسوزان مبارك تعبوا جدا جدا بالنسبه لوزاره الصحه لا تتخيل. كانت ايدها بايدينا كان في شلل الاطفال في المستشفيات المستشفى بتاعه السرطان الست مسكت العيال الصغيرين بتوع البليه دول اللي هو في الحرفيين بقت تعلمهم وتخلينا نكشف عليهم ونديلهم ادويه وتاخدهم تفسحهم وتديلهم اكل يعني صراحه الست ما كانتش بتهمل. ده غير مكتبات الاطفال اللي كانت بتعلمهم كمبيوتر وتعمل لهم مشروعات يعني الواحد ما لازم يقول الحقيقه. بس للاسف اللي حصل في 25 يناير مجموعه ناس مش فاهمه للاسف كلهم كانوا حوالي 30ات ما شافوش هو يعني حسني مبارك استلم البلد شكلها ايه من انور السادات. كان خرابه كلمه خرابه لا تليفونات ولا مجاري طفطفحه والدنيا مغرقانه وعيادات زي الزفت وكل حاجه. شكرا يا دكتوره. شكرا. انا يعني بقول لك الحقيقه اللي بحكي لك اللي انا شفته واللي عشته. طب اوكي شكرا يا دكتوره لاتصالك واهتمامك وتشرفنا بالمكالمه بتاعتك. استاذ مجدي انا عايز اقول لك على حاجه لان احنا في نقط مهمة لازم نحط ايدينا عليها لان الوقت احنا في وضع خطير 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 لحد انا ممكن نقعد نقول خطير لحد بكرة الصبح. وضع ما يستحملش ان مفيش ما عندكش وقت مفيش بص يعني كل ساعة بتعدي عليك في خطر عليك. طيب الاجراءات اللي تمت لغاية النهاردة That's not enough. ما بس كبداية كان المفروض يحصل من زمان كبداية كويسة بس not enough. بص يا استاذ مجدي دلوقتي انت عندك سرطان موجود جوه البلد واحنا يمكن قلنا اكتر من مره مريض السرطان ما بتديلوش ادفيل ولا بتديله تايلانول. انت بتجيبه من انت بتبتدي معاه من تحت تكحت تطلع ليه لازم تنظف. أيوه. ما تقدرش تديله مسكنات ما فيش وقت للكلام ده حماس عشان ما ينتشرش في ميت الجسد. ما هو انتشر دلوقتي مزبوط. عندنا النهارده احنا سوق النت انت بقى عايز تلف تجيب ارهاب من هنا. النهارده مثلا اخواني يقول لك ايه اخوان المطريه واخوان عين شمس واخوان امبابه واخوان السعود ده البلد كلها بقت ميليشيات اخوان. لازم النهارده فين قانون التظاهر؟ قانون التظاهر النهارده طلع قانون التظاهر اللي بيعترضوا عليه حبه. هو مين اللي عمل قانون التظاهر؟ مين اللي ابتدى فكره قانون التظاهر؟ هم الاخوان المسلمين. بالظبط. هم اللي عملوه هم اللي كلهم كلهم صدقوا عليه وغيروا فيه شويه حاجات. بالظبط. النهارده قانون التظاهر انت بتقول النهارده مش عاجبهم. هو مش عاجبهم ليه؟ لانه مش على هواهم. لانه مش موجودين بقى. هو كان عايزينه لما هم يبقوا موجودين. ده كلام مظبوط. النهارده الاخواني بيطلعوا يعملوا مظاهرات. قانون التظاهر بيقول لك ايه؟ ان كل واحد عايز يعمل مظاهره لازم تحدد مكانها وتاخد تصريح مدني. ده ما بيحصل هنا. بالظبط. زي ما طلعنا نعمل مظاهرات هنا بتعدي الساعه 5 يقول لك ارجع ورا. اما كنا في نيويورك بيحصل ولها مكان محدد وهي في اي حته في الدنيا كده. استاذ مجدي انا هوريك بس القانون بيمشي ازاي. انت عارف ان القانون ده مقتبس من القانون الامريكي؟ ده هو كله القانون الامريكي. ايوه. احنا ما كنا في المظاهرات في لما رحنا نيويورك نقابل الرئيس هناك
في حد نزل من الرصيف؟ نزل فين؟ ده احنا كنا واقفين ده حاطط لكم يعني الحواجز كباين. الحاجز يعني الحاجز الاول هنا في حاجز حديد هنا وفي هنا باب المدخل الامم المتحده والبوليس واقف في قدام وفي حاجز تاني هنا الحاجز ده كان فيه الاعلاميين والكلام من ده والناس الموجوده والحاجز التاني فيه عاميه الشارع وحاجز هنا وحاجز من هنا في حد يستجري ينزل من الرصيف يستجري فين الرئيس نزل من العربيه وحب يطلع دراعه من العربيه ويعني حب فناس هجمت انت ما بتعرفش ايه اللي حصل يعني انا ما شفتش الناس دي تاني يعني انا شفته ان في دراعه طايره في الهواء العملية ما خدتش المهم جينا الساعة 2 الساعة 2 المظاهرة كانت من الساعة 10 للساعة 2 2 ودقيقة مسك الميكروفون البوليس قال يا جماعة المظاهرة انتهت وكلام من في ناس راح اتكلموا من الإعلاميين وكلام من ده قالوا له ان احنا واقفين مظاهرة سلمية ومفيش حد معانا ومفيش اخوان وما نضرش حد وكلام من ده فقال لك انا هتصل برئيس البوليس بتاع نيويورك واتصل بمنهاتم واقول لكم ده هيحصل ايه قال هنديكم كمان ساعة بس شرط ان ما حدش يعمل اي مشاكل ويعلي حسه وتبقى مهتفات مضاده لده ولا لده ولا لده فوجئنا بحبه 15 اخوان وقفوا على الرصيف الثاني حبه الفاظ ما كانش لها طعم فابتدينا نرد عليها جه البوليس قال لك انتوا ابتديتوا تردوا عليهم هتضطروا تمشوا ابتدينا بقى نخش في ايه في الكلام تحيا مصر والاغاني الوطنيه وكلام من ده اللي انا عايز اقوله ان العمليه لقى واحد فينا بيرد احنا كنا حوالي 10 قانون التظاهر 10,000 ده قانون طبيعي جدا ومعمول بيه في كل دول العالم ومقتبس كله من هنا ومقتبس طيب انت النهارده بقى يطلع الاخوان بتوع المطريه والده وده وده ويطلعوا في المظاهرات ليه ما بتقبضش عليهم كلهم بتحطهم في السجون هو ده السؤال بقى الحقيقة. انت سايبهم ليه انا عارف النهارده انا يعني حسب ما بنعرف ونسمع ان الاخوان النهارده السجون مليانه مفيش اماكن في السجون ده كلام مظبوط هيودوا فين هيودوا فيه وبعدين النهارده مثلا مظاهره فيها لا بس دي كلها بامر من النيابه ايش اعتقالات يعني اي اندرستاند مثلا النهارده انت عندك 1000 طالب طالعين ولا 500 طالب هتاخد 500 طالب تحطهم في السجن طب ما انت هيطلع بتوع عين شمس 500 هيطلع طب انت هتجيب اماكن فين لازم النهارده من اول يوم طلعوا فيه مظاهرات لو كنت اتخذت بالقانون ومشيت حزم فيه هدي لك اقرب مثل المحاكمات اللي موجوده النهارده مرسي النهارده بيحاكم هو وبديع في 50 قضيه انا عندي قضيه واحده تكفي ان هو خد فيها اعدامه خلص القضيه المفروض تتجمع القضيه كلها في قضيه واحده قدام دايره واحده ودايره واحده ما هوش حاكم مرسي هنا في موضوع من المقطم وارجع حاكمه في الاتحاديه واجمع حاكمه في معرفش ايه لا هي محاكمه واحده تكفي عليه ان كل اهالي الشهداء اللي ماتوا دول يرفعوا عليه قضيه واحده ان هو سبب في قتل اولادهم ياخد فيها اعدام ونخلص المرشد ياخد اعدام ونخلص ياخد حكم المحكمه المرشد النهارده عنده 4 اعدام لحد دلوقتي في 4 قواضي لسه قدامه 18 قضيه هنستنى المرشد لما ياخد بقى ناخد حكم وبعدين نعمل استئناف وبعدين نعمل نقد يكون المرشد مات لوحده دي مهمه فعلا جدا ان يجب ان القضايا كلها تكون مجمعه ويتم تحويلها لدائره واحده وينظر فيها هيئه قضائيه واحده يا استاذ مجدي الشاب اللي رمى العيل من فوق لحد النهارده لسه موجود واعترف بقضيته وقال انا قتلت وانا اللي رميته وانا اللي عملت انت مخليه تعمل بيه ايه سيبك من حاجه اسمها حقوق الانسان الموضوع ده مش هياكلنا عيش عادل حباره بيقف في السجن بيعمل ايه بيهين القضاء لانه عارف انه هياخد اعدام ياخد اعدام طب انا ليه اسيبه انه يهين القضاء ويبعت اشاره للمصر للناس اللي موجوده بره والارهابيين اللي موجوده بره والناس اللي بيتفرجوا على التلفزيون القاضي قال لك يحكم عليه بسنه لاهانه القضاء يجي تاني يوم يقول لك انت قضاء فاشل وانت راجل وانت لا انت بتدي له فرصه يتجرأ عليك فبتدي فرصه للي بره انه يتجرأ عليك ما انت لو كنت مسكت انا النهارده عايز اقول حاجه وبقولها لسياده الرئيس ولو سمعني حد في مصر يسمعني لو سمعني حد هنا في يسمعني مش عايزك تجيب لنا ناس تقول لك القبض على 8 ارهابي انا مش عايز قبض على حد انا عايزك قبل ما تجيبه تصفيه وتخلصنا منه ليه انت هتجيبه ويخش يحاكم وبعد نصرف عليه وناكله من فلوس الغلابه وفي الاخر بعد 7-8 سنين ياخد له حكم هو مفبر خد حكم النهارده نو انا عايزك قبل ما تجيبه من سينا صفهنا وخلصنا عليه وخلصنا عايزك تيجي تقول سينا بدل ما كنا بنقول زي ما قلنا العراق خاليه من اصلاح الدمار الشامل انا تقول لك سينا خاليه من الارهاب تماما ما عندناش انفاق ما جبناش ارهابيين كلهم قتلوا وخلصنا عليه وده هياخد وقت يعني الرئيس قال هياخد وقت مش اسبوع ولا اسبوعين ياخد وقت بقى ولا شهر ولا شهرين ده كلام مظبوط الموضوع كبير الموضوع كبير ليه وقال كمان ان خلال الفتره اللي فاتت تم تصفيه اكتر من 100 واحد صفي لي بقى يا استاذ مجدي اي واحد يعتدي على اي جهه حكوميه يعتدي على مباني هو ده بقى القانون الجديد ما تسيبوش اللي هو القضاء العسكري يحل لي كل من يعتدي على منشاه حيويه واللي تمسكه يا استاذ مجدي تعمله عبره لغيره حطه على محاكمه حطه على التلفزيون القاضي في 5 دقايق المحاكم العسكريه ما فيهاش نقص خدت بالك حطه قدام محكمه عسكريه حكمت المحكمه حضرتك باعدام المتهم خلص خده واعدمه في البكابه الاحمر وخلصنا انت بتبعت رساله لبره اربط المربوط يخاف السايب لكن هنقعد نمشي بالبتاع والامم المتحده اصلا ايه والواشنطن هو ميزه إيه؟ القضاء العسكري ان هو ما بياخدش وقته سريع لان القضاء العسكري ما عندوش تراكمات قضايا كبيره وانا عايز اقول حاجه يا استاذ مجدي الناس اللي خايفه
انك تقول لك المتهم مش هياخد محاكمه عادله، لا القضاء العسكري عنده ذمه وهيحكم بالعدل والمساواه. كل القضاه بتوع القضاء العسكري ما هم كلهم متعلمين في نفس زي القضاء العاديين، بس ده فرق بينه ده ما عندوش نقطه وما عندوش المسرحيات دي كلها. تاني حاجه القضاء العسكري لازم يكون ليه دور كبير في المرحله الجايه. ليه؟ انت عندك مليون وضع إخوان. البلد محتاج هذا من غيره مش هينفع. هتعمل ايه في المليون اخواني اللي عندك جوه البلد؟ دي اخر احصائيه جايه. انت عندك مليون اخواني جوه البلد منتشرين في جوه البلد، ده غير المتعاطف معاهم. المتعاطف معاهم اللي يقول لك ايه، ما اصل مرسي كان غلبان واصل ما لحقش اصل ده متعاطف والله معاهم. اللي هيغلط منهم يتعامل بالقانون، اللي هيعتدي على منشاه حيويه يحال القضاء العسكري. طلبت جامعه لازا اللي هيكتشف له انشطه اخوانيه او تتعاطف مع الاخوان يتم تطهيره من المكان اللي بيشتغل فيه. يا استاذ مجدي طلبت جامعه لازا، الطلبه دي معروفين، الطلبه دي امن الدوله عارفهم، لازم يرجع امن الدوله للجامعات، لازم الجامعات تنحط في وضعها الطبيعي. الطالب اللي دخل يتعلم اشيله فوق دماغه، مظبوط. الطالب اللي دخل يخرب يشال ويترفد ويعتقل ويترمي في السجن لحد ما يبان له صاحب. ليه؟ انت بتبعت رساله لان يا اما تروح تتعلم يا اما تجيش. ده مكان تعليم مش مكان مظاهرات. وعايز اقول حاجه، انت ليه النهارده ما تصدرش قانون تقول ممنوع المظاهرات لمده سنه؟ خلصت مظاهرات ايه؟ ده بتطالب بايه النهارده؟ الطالب اللي طالع بيتظاهر عايز ايه؟ يعني الطالب عايز تخريب، عايز تخريب بالظبط. الطالب المحترم هيتظاهر على ايه؟ ايه المشكله عنده دلوقتي؟ في راجل دلوقتي رئيس دوله جه بانتخابات نازيه قعد واخد 99.9 فيها، بانتخابات العالم كله اجمع بيها انها من انزل الانتخابات اللي حصلت في تاريخ البشريه، ان الشعب كله موافق على راجل زي ده. الراجل بيبذل ما في وسعه، بيعمل مشاريع، مش كل ما هيطلع يتكلم يقول انا بعمل مظبوط. بس انا عايز اكد برضو حاجه مهمه جدا الاعلام ما بيحطش ضوء عليها، ان نسبه الطلبه اللي بتعمل مظاهرات دي الاخوانجيه ما بقاش زي الاول، يعني عددهم مش كبير زي قبل كده. استاذ مجدي لازم تاخد الاعلام المسيس وتحطه في حجمه مهما كان. بالظبط. وكمان الاعلام بيتجاهل مواقف الطلبه التانيين اللي هم عايزين يتعلموا، مواقف ايجابيه ورافضين هذا الوضع وضد هذا الوضع، ده ما بيظهرش في الاعلام. استاذ مجدي هقول لحضرتك حاجه، الواحد مش عايز ينفع لان الواحد بيشوف حاجات يعني ما تنفعش. يعني الاعلام له دور الحقيقه يظهر هو كل حاجة. الايجابيات ما يظهرش بس السلبيات. يعني شويه متظاهرين مش لازم تطلعهم كل شويه في الاعلام. دلوقتي انا قاعدين انا وانت بنتكلم في مشاهدين بيسمعونا، ممكن انا وانت نوصل رساله للناس اللي بتسمعنا، الناس دي تقوم بعد ما تخلص التلفزيون تقول ده الحق ده فيه وفيه وفيه، وممكن نوصل رساله ايجابيه ان في امل، بلد بتتحسن بالظبط، التعليم ماشي في وقته، الصحه ماشيه، المواصلات ماشيه، في مشاكل تدي الوضع الطبيعي، تظهر الوضع الطبيعي بايجابياته وبسلبياته. النهارده احبابنا الحقوقيين بيطلع يقول لك حقوق الانسان حقوق الانسان. طب هي الناس اللي ماتت دي ما لهاش حقوق؟ الطالب اللي راح يتعلم في الجامعه وعايز يتعلم وعايز ياخد شهاده وعايز يطلع يشوف حياته ومستقبله، هو ده مش حقوق انسان؟ واحنا بندور على حقوق الانسان في الارهاب ونقول ان اللي بيحصل وبيحصل 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 والعالم كله عمال. لا طب ما اللي ماتوا دول لهم حقوق، اهاليهم لهم حقوق. هو الابن اللي فقد ابنه والام اللي فقد ابنها، الشاب اللي كان رايح يتجوز بعد اسبوع ولا هيخطب بعد اسبوع، اللي يعني اللي امه خسرت اعز ماليها في الدنيا، ضباط الشرطه اللواءات اللي هم ما يعديش ال 50 سنه وماتت كلها، هم دول ما لهمش حقوق. ضباط كرداسه اللي انحرقوا، ضباط امبابه، ضباط العمرانيه، الناس اللي انحرقت دي كلها دي ملها، الناس اللي مثلوا بجثثهم دول ما لهمش حقوق انسان طبعا. العالم كله بيبص ازاي؟ قال باترسون لما كانت موجوده في مصر والنهارده بيقول لك ان العلاقه بين الاخوان وامريكا بقى فيها توتر. علاقه ايه؟ هي مين الاخوان اصلا انتوا عملتوا منهم الناس دول؟ هل الاخوان دي دوله؟ دي كانت فئه انتوا جايبينها تبسطلوا بهم في الشرق الاوسط وتحطوا سيناء وتخلصوا تاخدوا من سيناء وتحطوا بتوع حماس تطلعهم تحطهم في سيناء وحللنا المشكله الفلسطينيه وباظت العمليه. لكن النهارده بنقول توتر بين امريكا والاخوان هم مين الاخوان المسلمين؟ محمد مرسي؟ عصام العريان؟ هم دول الاخوان المسلمين؟ مين؟ جمال حشمت؟ كل طقم الحرامين اللي هم هربانين في كل حته، هم دول امريكا بتتعامل معاهم؟ هي دي الدوله العظمى اللي احنا بنقول عليها امريكا؟ هي دي الفئه اللي هي بتقول في توتر بيننا وبينهم؟ انا اسمع نقول توتر بين امريكا ولندن، امريكا واوروبا، امريكا وفرنسا، نقدر نقول في توتر في حاجه بالظبط، يبقى حاجه على نفس الوزن يعني حاجه على نفس الوزن. لكن اقول توتر بالاخوان، هم مين الاخوان؟ انت النهارده فين الاخوان المسلمين؟ هم هو ده قصر نظر ونوع من الغباء السياسي. ده قصر نظر الحقيقه ونوع من الغباء السياسي. الامريكان طول عمرهم بيتعاملوا ازدواجية وطول عمرهم بيتعاملوا بالغباء السياسي لحد ما بيتلبوا اللبة، عشان كده دايما بتفشل السياسة الخارجية من فترة طويلة. سياسة أمريكا خارجيا فاشلة بكل المقاييس. يا أستاذ ما هات لي دولة في العالم بتحب أمريكا، دولة واحدة. ليه؟ لأنها مهيمنة على العالم كله.
ده اللي دخله في العراق ودخله في الأردن ودخله في الكويت ودخله في اليمن ودخله في أفغانستان وباكستان. هي كل حتة هتحط نفسها فيها. يا عم شوف مشاكلنا احنا هنا, انت عندك مزبوط. مشاكل, عندك بطالة هنا وعندك مشاكل هنا والاقتصاد ابتدى ينزل تاني. انت عمال توزع فلوسنا على الغلابة اللي على الناس اللي كلها موجودة برا ليه؟ شوف الغلابة اللي عندك هنا, انزل الداون تاون هنا شوف الناس نعمل ازاي في الشارع. هو ده المفروض انت تركز عليه, ركز على الميديكيل بتاعك وركز على الحاجات اللي انت مصرفها هنا, مش راح توزع فلوسنا على الناس اللي هناك في مصر عشان تحارب في في, في الدول التانية عشان تحارب بيها الشعوب بتاعتها. هو ده اللي بتعمله امريكا بالظبط. طيب معانا تليفون الاستاذ سامح. مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير, واسفين ان سبناك مده طويله على التليفون. معلش انا اللي طولت. نعمه لقناه لوجاس, انا اللي طولت عليك معلش. نبعت سلام لكل العاملين فيها وربنا فعلا يعوض تعبكم. الله يخليك. تعزيه من امريكا لمصر في شهداء اللي راحوا فعلا في حوادث ارهابيه. بسلم على الاستاذ مجدي والاستاذ اللي هو رأفت صليب. انا مش ليه شكرا ليك. انا بس كان في نقطتين عايز اتكلم فيهم بتعجبني. روسيا والصين لما بيحصل عندها اي حاجه ضد الامن القومي ما بتفهمش, بتبدا ضرباتها من غير حتى ما حد يتكلم, او حقوق انسان او حقوق حيوان زي ما الاستاذ رأفت بيقول. وفي نفس الوقت يعني معروف ان حماس هو الجناح العسكري بتاع الاخوان المسلمين من ايام مرسي ما استلم, وبتعمل نفس الطريقه اللي عملتها مع اسرائيل. نفتكر ان اسرائيل لما خطفوا ثلاث ناس مستوطنين وقتلوهم وسابوهم جثث, وشوف اسرائيل عملت ايه قدام العالم كله, قتلت اكثر من 6,021,000 جريح, والعالم كله شايف غزه بتتدمر. عشان كده صاحبوه عارفين الناس دي بتعمل ايه, كل شويه تسكت ويطلعوا ويستخدموا المستشفيات من المساجد ومن المدارس, يستخدموا انفاق واسلحه وصواريخ بتطلع من اماكن مدنيه. واحنا فعلا محتاجين من مصر نوجه حاجه الضربه زي ما بيقولوا العين الحمراء. ما ينفعش انك انت هتستنى رد فعل من بره, ده انت لازم تدخل في حرب مش هزار. انت محتاج انك تطلع ضربات على الناس ديت, حتى لو الناس اتكلمت ما كل واحد عنده امنه وبيدافع والناس بتتكلم وهم متحده بتسجل, لكن لازم تبان العين الحمراء. لازم العين الحمراء لاخوان المسلمين بتوع حماس, ان هم فعلا الجناح العسكري دول خارجين سجون كلهم. اسات اللواء انت عارف ان هم اسرائيل تاخدهم من السجن وتطلعهم كلهم خريج سجون, من كتر ما مفيش اماكن في السجن في اسرائيل. نفس الموضوع عندنا في اماكن, ما ينفعش فعلا يعني العين الحمراء للناس دي. ما ينفعش ان احنا نقعد نتكلم او نشجب او نستنى. وبعدين عايز اسال اسات اللواء, موضوع زيادة الاسعار في البترول كانت ليها حاجة سياسية. دلوقتي لما نزل البترول هو لو يدراع مثلا لروسيا ولا للدول العربية عشان الدخل بتاعها يقل ام يطلب ان هم. فانا كنت عايز اسأل الاستاذ رأفت موضوع البترول نزول اسعاره دي سياسة معاملها امريكا ولا اوروبا. شكرا. شكرا ليك. شكرا استاذ سامح. طبعا انا يمكن هرد على الحته الاخيره بتاعت حضرتك بتاع البترول. البترول نزل الفتره اللي فاتت ديت نزل حوالي 9 دولار البرل, ويمكن احنا شفنا الجاز هنا نزل في الفتره اللي فاتت دي حوالي اولموست 70-80 سنت, و70 80 سنت ده للمواطن الامريكي حاجه جامده جدا. لكن اللي حاصل دلوقتي ان في السوق ان في, انت عارف عمليه البترول بتمشي عرض وطلب. فالعرض كتير لكن الطلب قليل عليه. وبعدين تاني النهارده المضخات اللي موجوده في ليبيا وبتتهرب كلها لاوروبا, فده زودت الكميه المطروحه في السوق, لان داعش النهارده بتاخد كل البترول اللي موجود في ليبيا وبتبعته لتركيا, وتركيا بتبيع البرل ب 40-50 دولار. فده النهارده لما يبقى عندك مثلا سلعه ثمنها 100 دولار وواحد جنبك بيبيع ب 50 دولار فانت هتضطر تنزل عشان تمشي معاه, لان الكميه بتطلع من ليبيا كميه جامده, فاصبحت ولا هتفقد السوق. فعن اصبح النهارده انت عندك من يعني المستهلكين الكبار في العالم في البترول عندك اليابان والصين, عندك روسيا بتطلع جامده, عندك فنزويلا بتطلع, عندك قطر بتطلع, عندك الكويت بتطلع, السعوديه بتطلع.
فالناس دي كلها لقت وضعها قدام. وبعدين النهارده انت عندك ارهابيين كتير جدا جدا في العراق في الكركوك والموصل بيطلعوا لك جهاز اللي بتاخد منه هنا اكسون موبيل. فالسوق النهارده فيه رواج، بس ده خوف يعمل ان تبص تلاقي مره واحده اسعار البترول نزلت مره واحده ومره واحده راح تطلع، لان انت عارف العرض والطلب. لو امريكا ابتدت تمسك موضوع داعش وابتدت تقلل الوضع النهارده بيحطوا على تركيا قيود ولا ما تبيعش بترول قليلا طبعا مين اللي بيستفيد؟ المستفيد اوروبا. وبعدين النهارده لما تيجي تعرض عليا حاجه 88 دولار بدل 30 40 دولار ولا 50 دولار ده انا هبوس رجلك واقول لك طبعا. انا عايز اقول حاجه، يعني هل ده موقف قانوني؟ يعني في منظمه الاوبك اللي كانت زمان بتبقى لها شنه ورنه كده وبيتحكموا في السوق العالمي، النهارده لما يكون في منظمه ارهابيه زي داعش وبتتحكم في بترول، مش المفروض ان انا اتحكم ان انا ما اتعاملش مع هذه المنظمه لا بيع ولا شراء؟ الاوبك المفروض يجتمع كل سنه والمفروض ان هم بياخدوا قراراتهم ان هم يزودوا الانتاج او يقللوا الانتاج بيزد على الماركت عامل ازاي. الوضع دلوقتي ان كله خايف ياخد اي قرار، لان النهارده اي خبطه في الاقتصاد العالمي هتبهدل الدنيا زي ما حصل في 2008. فالعالم كله النهارده خايف ياخد اي قرار. يعني النهارده مثلا تبص على النهارده وزير الخزانه الامريكي مش قادر يلعب في الانترست ريت، لا قادر يعليه ولا قادر ينزله ولا قادر يلعب، لان سايبه زي ما هو بحيث سايبه بحيث ان هو يعمل، ما احنا كلنا خايفين يحصل انفليشن ويحصل مشاكل، ومع النهارده يحصل عندك تضخم ولو حصل عندك تضخم هنرجع للكارثه. احنا مصدقنا النهارده البيوت ابتدت تشم نفسها، فكون البيوت ابتدت تشم نفسها ليه؟ لان انترست ريت واطي، فاصبح النهارده عندك شورت في الانفنتوري. فالعمليه كلها ماشيه باقتصاد العالمي، الصين خايفه تعمل اي حاجه تعمل لها مشاكل، اليابان نفس الوضع، روسيا نفس الوضع. فهم سايبين العمليه لحد ما تشوف، زي ما بترمي مثلا بقع الزيت في الاوشن وبتستنى عليها تشوف البقعه دي هتوصل مداها لحد فين. اذا ابتدت توصل لمرحله الخطر هنتعامل معاها، طول ما هي في حته لسه مش عارفين هتحصل مداها ايه الاقتصادي على العالم هنسيبها لحد ما نشوف الوضع يحصل فيه وبنتعامل معاها. مظبوط. طيب انا في خبر في مصر اليوم النهارده بيقول لك الغاء تجنيس 800 جنسيه اغلبهم فلسطينيين. هم كلهم فلسطينيين، احنا قلنا عليها قبل كده زمان قلت لك عليها هم لغوا، بس هو الجنسيات اللي منحت، الجنسيات المصريه اللي منحت في فتره حكم مرسي حوالي 13,000 جنسيه. فهل دول بيبتدوا يفحصوهم ولا يا بيه ده ابن اردوغان واخد الجنسيه المصريه؟ دي الحقيقه من يعني نقول عليها ايه، دي سخريه القدر، لان هو بيتعامل بالباسبور المصري بتاعنا بيروح بيه في حتت اللي هو ما يقدرش يخش فيها انه مطلوب القبض عليه. مرسي خرب البلد، مرسي ده المفروض زي ما هو ده كان مديها له بناء على ايه؟ يعني كان له جد مصري مثلا ولا لا 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 ولا كان له جار مصري؟ لا، لكن البوي فريند بتاع مرسي يا استاذ مجدي دي كانت عباره عن تركه يا استاذ مجدي عزبه دي. يعني احنا على القناه المحترمه ديت احنا في يوم ايام ما كانوا بيعملوا الدستور بالليل جبنا فاتورة ب 332,000 جنيه شاي وقهوة سندوتشات. لما اعلناها قال لك دي في قناة في المهجر بتهجس وكلام من ده. بعد أربع أيام الراجل اللي هو المسؤول عن العلاقات الأمين عام مجلس الشعب طلع الفاتورة قال لك احنا واكلين ب 322,000 جنيه ولا 32,000 جنيه شاي وقهوة لمدة 5 ساعات. هادي البلد. شوف مرسي كان بيعمل ايه، كان بيقعد ياكلوا على الأرض على الحصيرة وبيجي لهم اكل من جميع انواع الدول العالم، بيجي لهم بالطيارات. كان بيطلب اكل، بيطلب اكل من كونتيننتال، وبيطلب اكل من اير فرانس، وبيطلب اكل من كندا. بلد واحد راجل جبتوه من الشارع كان شغال في محطه الجاز هنا قبل ما كان موجود هنا في جنب نورس. كان موجود هنا شغال في نورسرج هنا سنه في الثمانينات، وجبته مره واحده دخلته جامعه في مصر، خد جامعه ما اعرفش ازاي، واخيرا عرفنا كان عنده برين دامج. ومره واحده دخلته على كرسي قلت له هو ده كرسي الرئاسه، الراجل كان داخل مش عارف الكرسي فين، حتى يقعد عليه كان خايف يقعد على المكتب ولا يقعد على الكرسي. طيب نشوف جزء من كلمه الرئيس السيسي ونرجع نكلم الحديث بتاعنا في جزء مهم جدا. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. وقام بتقديم العزاء لأسر الشهداء الذين لبوا نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية في إنكار فريد للذات وإيمان لم يتزعزع بقدسية المهام المكلفين بها للدفاع عن تراب مصر. شد حيلك، شد على الله، ربنا يجعلهم من الشهداء، اللهم امين، ربنا يجعلهم من الشهداء وربنا ينصرك، احنا معاك بقلوبنا والله. طول ما المصريين واقفين ومنتبهين ومش ناسين
ان الهدف كان اسقاط الدوله ديت، ومش هتسقط بفضل الله سبحانه وتعالى طالما الشعب المصري منتبه وصامت. هو مع جيشه وشرطته كده، مع اجهزه الدوله كده، هو حد هيخش بيننا وبين بعض ويلخبطنا ولا ايه؟ دي محصله العمل خلال الشهور اللي فاتت ضخمه جدا، حتى في مكافحه الارهاب. ما بيسقط كل يوم من الارهابيين دول بالعشرات. احنا مش بنقول ان يبقى في رد فعل سعيد بكده، لكن على الاقل مقدر لكده. النهارده وامبارح خدنا اجراءات، والاجراءات اللي خدناها النهارده هتبقى في اطار التطور اللي حصل ده، يجابه تطور من عندنا. والمنطقه الفاصله بين او المنطقه الحدوديه بيننا وبين القطاع لابد هيبقى في اجراء بيتعمل عشان ننهي المشكله دي من جذورها، مشكله رفح والمنطقه الحدوديه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. عايز اقول له كلمه واحده، اقول له I love you man. الحقيقه هو متاثر جدا، متاثر جدا، والكلام طالع من قلبه. ما انت النهارده انت ليه بتقول له كده؟ لان انت شاعر بيه. مصر كانت عايزه واحد يحبها. وده ربنا بعت واحد بيحبها. عشان كده بقول لك ده كماله المعجزه. يعني اول جزء في هي المعجزه جزئين، جزء اللي هي ازاله الاخوان، والجزء الثاني نيجي راجل زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. الراجل ده بيحب في الوقت ده علشان يحكم البلد. الراجل ده بيحب البلد ويكفي، وراجل متدين. بالظبط. متدين بالزبط. بيحب بلده وبيحب دينه وبيحب الشعب. بالظبط. وعشان كده مصر هتتقدم، بس ان شاء الله لازم الشعب زي ما قال ما حدش يخش بينا، يقف ايد واحده، كله يقف ايد واحده. هناخد احنا هنتكلم في النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، وهنشوف ايه السلبيات اللي بتعوق هذا التوحد او الاتحاد. هناخد تليفون معانا الاستاذ محمود. مساء الخير استاذ محمود. مساء الخير، كيف حالك استاذ رافض؟ اهلا يا فندم، اهلا بيك. انت رسولنا في كاليفورنيا الى سده الرئاسه. الله يخليك، الله يخليك. مش قوي كده يعني، مش بقوله ان لم يزرني فليزر زواري. فاحنا يعني كان احنا بنزور الرئيس لما بنزورك ولا بنشوفك. الله يخليك، اشكرك جدا. الله يخليك. انا عندي اول اشي من خلالكم، خلينا اسكر التلفزيون لو سمحتوا لي. تفضل. من خلال حضرتكم عايز اقدم يعني اسفي لكل الهيئات السياسيه والنقابيه في مصر، انه كان مفروض يتفاعلوا مع الحدث اسرع من ما كان يمكن. وخلال الاشهر اللي مضت ما زالت مصر تحارب الارهاب، وما زال السيسي كل يوم عمال بركض بالشارع كانه برالي في 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 ماراثون، وكانه الغالبيه منهم اخذوا اجازه من شل الزيت، يعني اخذوها بروده وفيكيشن. عايزين نشوفهم كل يوم في تفاعل، مش بس بسعه الحدث وكانه واحد ماكل شطه وبيركض وبعد شوي بياخذ بيبسي وبيهدى. يعني عتبنا كبير على القيادات الحزبيه برضه، والقيادات الكبيره اللي كنا نسمع اسمها طنان في الانتخابات وغيره. بدناش نطري الاسماء مع احترامنا للجميع والالقاب. وعتبنا الشديد لانه مصر اكبر منهم، ولكن كل واحد فيهم عارف نفسه باسمه. وبعدين عايز بس اربط يعني من خلال تفكيري البسيط باللي حدث، من خلال ما انه حاولت مصر، او من خلال يعني عقلي البسيط برضه، انه مصر وصلت رساله للعالم بالخارج من خلال التمرينات العسكريه الحربيه، ولاول مره لوحدها الجيش المصري نفتخر فيه بكل عظمه انه عمل التمرينات، وامريكا ما كانت معاهم والنجم الساطع على الشغلات هذه. وهذه تعتبر رساله للخارج انه مصر بالداخل بامان وكل شيء بخير. على ضوءها فورا
صارت عندنا التفجيرات وصارت كل هاي الإرهابات وإسالة الدماء، وبعدها اجت زيارة ما قبلها زيارة رئيس السودان، وعلى ضوء من خلالكم لو سمحتوا نعرف كل هاي الإرهاصات شو اللي عمال بصير وإسرائيل شو اللي عمال بتعمل بسد النهضة والإنجازات. يعني في كتير من الأعداء حوالين مصر، والعملية بعتقد قتل الجنود أكبر من حماس وأكبر من موضوع هذا، لأنه قيادات كبيرة، وشوفوا تصريحات تركي وغير القيادات المخابراتية شو اللي عمال بصير في المنطقة. الله يخليكم، طمنونا ونسمع رأيكم، وشكرا لحضرتكم. شكرا لك يا أستاذ محمود لاتصالك، وبنعتز بهذه المداخلة. وطبعا في نقطتين مهمين جدا، هو الأستاذ محمود أشار إلى التعامل البطيء، بلاش نقول السلبي، التعامل البطيء اللي مش على مستوى الحدث. أنا بأيد كلامه 100%، وده معاه حق، اللي تم من جميع الهيئات والنقابات والأحزاب. المفروض حدث زي ده تنتفض لي البلد كلها، لأن ده مش حدث المفروض ننظر له نظرة عادية كحادث. المفروض كان يحصل لما حصل في 30 يونيو بالظبط، يعني المفروض. يبقى في اصرار وتفويض تاني لسيسي، اعمل احنا وراك، كلام مظبوط، واحنا ما يهمناش لا حقوق انسان ولا قانون دولي ولا راي الدول الخارجيه في اللي هتعمله، احنا موافقين على كل قرار هتتخذه لعلاج هذا الموقف. استاذ مجدي ايه اللي هيحصل لنا؟ ولا حاجه. ايه اللي هيحصل؟ حاجه ولا حاجة. هتضربنا؟ لا 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 لا، روسيا هتضربنا؟ ولا يستجري حد. بالعكس، ده انا هقول لك حاجه بقى، روسيا اصدرت تصريح ان احنا ان هي معانا في كل خطوه والصين. وكل قرار نخطوه هي والصين معاك، فمفيش حد ولا يهمنا امريكا ولا يهمنا الاتحاد الاوروبي ولا يهمنا اي بلد في العالم، ولا حماس ولا قطر ولا تركيا ولا الكلام الفارغ ده كله. يا استاذ مجدي، عمر البشير اصدر قرار توقيف في حقه من قبل المحكمه الدوليه الجنائيه، حد قبض عليه ولا حاجه؟ حد قدر يجي ناحيته؟ وبيتحرك وبيروح وجي مصر وراح ورجع، ده كله كلام فاضي. بالظبط. الامم المتحده النهارده ما اسمهاش الامم المتحده، اسمها الولايات المتحده الامريكيه. ده الامم المتحده على اساس انها هي اللي بتقودها. الامم المتحده النهارده لو عايزه تقوم بدورها هي ومجلس الامن لازم يطلعوا بره نيويورك وما يكونش عليهم سيطره من امريكا. مظبوط. امريكا هي اللي بتحرك. مين يشال بطرس غالي؟ هي امريكا. بالظبط. مين اللي حرك عشان حاطط الملفات كلها في الدرج بتاعه؟ هطلع ملفات بكره كله لحق. قال لك لا، يتشال بطرس غالي. مين اللي شال فاروق حسني من اليونسكو؟ يا استاذ مجدي، احنا النهاردة في عالم القوي بيأكل الضعيف فيه، زي اللي معاه فلوس بيأكل الغلبان، الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقرا. ما بقاش عندك النهاردة الطبقات الوسطى في مصر. النهاردة في مصر لما تروح تلاقي يا واحد بيتكلم، انا ما قعدت مع الناس دي في نيويورك رجال الاعمال، انا سمعت ارقام، يعني ما قعدنا بالليل في مؤتمر بتاع الاقتصادي، كل واحد عايز يساعد. لا انا سمعت الارقام اللي الناس بيتكلموا بيها في مصر. أرقام فلكية. أنا يعني أنا مش عايز أقول أسماء. واحد بيقول لك مش عارف أنا عامل صفقة بخمسة مليار دولار، وواحد قال لك 50 مليون، معرفش إيه، أرقام تحس إن الملايين في مصر ملهاش كلام. لا، وكمان الناس كلها أو كل رجال الأعمال عندهم الرغبة في إن هم يقفوا جنب البلد. يعني يا أنا لا، أنا بتكلم في النقطة اللي أنا عايز أقوله في الغنى والفقر، إن في ناس بتقعد إن في حجم أعمال بتدور أعمال بأرقام كبيرة. طب الناس دي ما بتعمرش قرى ليه؟ ما بتعمرش مدن ليه؟ عايزة تخطيط، عايزة توجيه. ما هنا بقى بيجي دور الدولة. هو الدولة النهاردة بمؤسساتها عايزة تطوير جذري. أولا سياسة الأيادي المرتعشة والقرارات اللي كانت بتبقى مترددة وخايف يقول قرار ويقول لك طب ما اللي يجي بعدي والحاجات دي، المفروض ده ينتهي. اللي مش قادر يقوم بدوره يسيب مكانه لغيره. ده المفروض يحصل في الفترة اللي احنا فيها دي. أنا لفت نظري في خطاب الرئيس يعني نقطتين مهمين جدا. يعني هو بيقول لك في فقره من الفقرات بتاعته، بيقول لك ان طبعا هو الاستاذ محمود اشار ان في تمويل دولي، وهو الرئيس قال كده ان في تمويل مش دولي مش محتاجه، مش محتاجه حد يفهمها. لكن الخطوره هنا، هو في حد هيخش بينا ويلخبطنا؟ يعني يلخبطنا بمعنى نبقى مش عارفين نعمل ايه، ونبقى ضد بعض وننتقد بعض بقى. وهو ده الخطه اللي المفروض يعني نبقى صحيين ليها قوي، لان الاخوان اعتقد هو ده التخطيط بتاعهم، ان هو يبتدي يشكك في كل اجراء. يعني النهارده مثلا لو قلنا احنا الشريط الحدودي هيخليه بعرض 300 متر، هل ده يعتبر تهجير؟ سمعنا بقى تهجير والجيش بيتعامل بعنف، ومفيش عنف ولا حاجه.
ده أول واحد سلم بيته خد 950 ألف جنيه. النهارده محافظ شمال سيناء بيقول كده. عشان كده الواشنطن بوست راح طلع النهارده وقالت لك قمع وتهجير وكلام من ايه؟ مفيش. راحوا صوروا شويه لقطات خايبه كده لبعض الجنود المصريين، طبعا ليس لهم علاقه. مين اللي صور؟ محدش قادر يخش هناك، مفيش مفيش تصوير. ده كله صورت فين؟ في قطاع غزه. يا ده كانت حاجات كلها متصوره من بره، وجندي بشبشب ومش عارف جاكيت لونه ايه والبنطلون لونه ايه والستره لونها ايه. طبعا حاجه ملهاش علاقه. والله يا استاذ مجدي انا اي دونك، هل ده يخش على واحد يعني؟ انت النهارده لما اشوف الكلام ده هل تعتقد ان هو ده فعلا؟ لا، ما طبعا واضح ان ده شيء مفبرك، واضح ايه اللي وراه. فانا عايز اقول النهارده الرئيس بيلفت نظرنا، والراجل ده على فكره له نظره مستقبليه ونظره فاحصه. يا بيدك هو بيتوقع المخابرات الحربيه. طبعا طبعا، فبيبقى عنده حس ايه اللي ممكن يتوقع، ايه اللي ممكن يبقى متوقع في الفتره اللي جايه. المتوقع في الفترة اللي جاية أكيد في خطة للإخوان، وابتدت بوادرها تظهر. القلق اللي بيحصل في الجامعة لازم المسلسل ده هيستمر فيه فترة، لما هيطلع قانون إن يحال القضاء العسكري يمكن يقلل شوية هذه العمليات، لكن هيبقى فيه إشاعات، هيبقى فيه انتقادات، وبعض الأفلام أو الأخبار الكاذبة اللي بتقول حاجة زي كده، علشان يبتدي يعمل يعني يفكك التعاون والتلاحم المصري اللي ورا جيشه. فاحنا لازم نصحيين لحاجة زي كده. استاذ مجدي في حتتين اتنين بيتلعب عليهم دلوقتي، ولو الرئيس الواحد اللي بيقرأ مغزى كلام الرئيس، في ضرب هيحصل بين المسلمين والمسيحيين، وهو بيركز على الحتة دي، وبين الشعب والجيش. المسيحيين والمسلمين زي ما طلعت الفتاوى الاسبوع اللي فات بعد الحدث ما حصل، المسيحي اللي مات ما يبقاش شهيد والكلام الفاضي ده، فده عشان يخلوا المسيحيين من بطل يغلو. انا ابني راح، المفروض بقى دور الازهر هنا يبان، بقى دور الازهر ودور الكنيسه، دور الكنيسه يطلع ويبتدي يتلاحموا مع بعض ويبتدي نعمل الشغل الصح. بس لأن الكنيسه الحقيقه برضو هي قايمه بدور، انها النهارده لما بيطلع اي حاجه ما بتاجل كل المشاكل الخاصه بالكنيسه. لان احنا النهارده بنقول احنا امامنا خطر بيهم الوطن كله، فبنأجل المواضيع دي. ما احنا ما نقدرش يا استاذ مجدي برضه عشان نبقى منصفين في الحكم، عشان نقول ايه الازهر لوحده لازم الازهر والكنيسه الاثنين يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لان في ضعاف نفوس في النص بتلعب صح، وفي ناس بتطلع على التلفزيون وبتتكلم كلام، وناس من الاقباط زي اللي اسمه جمال اسعد والوريفر ديز يعني العالم ديت. لا الناس دي لازم تتفضح على الاعلام. لان الناس دي اصلا عيب ان هم يكونوا موجودين على يعني الطائفه بتاعتنا ويطلع يتكلم كلام ملوش معنى. فالناس دي بتعمل بتاجج وبتعمل جواك غليان لما يطلع واحد يقول لك المسيح اللي انقتل ده ما يخشش الجنه لانه مش عارف كان ايه وما كانش مصلي، كلام الفاضي ده. فده بيعمل قلق عند ضعاف النفوس. الحاجه الثانيه النهارده هو بيتكلم عليها ان الجيش ما حدش يخش بين الجيش وبين الشعب، لان الجيش والشعب اذا الاثنين بعدوا عن بعض بقينا في كارثه. حماس النهارده يا استاذ مجدي لازم نحط في دماغنا حاجه، اسماعيل هنيه، زهار، كل طقم اللي احنا عارفينه، خالد مشعل، المجموعه دي كلها، ها عايز تقول لي ان اسرائيل مش عارفه اسماعيل هنيه عايز فين؟ كان بيعالج بنته في المستشفى ده اسرائيل. لا طبعا عارفين مكانه فين. 90% من حماس مخابرات لاسرائيل. عايز تقول لي لما حب يخلصوا من الراجل اللي اسمه الراجل الكبير بتاعهم اللي جابوه من على الكرسي الويل الشير ده، كان اسمه ايه؟ ياسين ما جابوه في 5 دقايق. عايز تقول اسرائيل ما تعرفش فين الظهار، ما تعرفش ده فين؟ تعرفهم كلهم واحد واحد، ونص المخابرات المواساة الاسرائيلية شغالين في في حماس وكلام من. بس اسرائيل عايزه الناس دي، الناس دي ليها وجود هناك عشان تخلي المنطقه دي على طمأنينة. لو شلنا حماس النهارده وخلصنا من المنطقه دي، اسرائيل وراها ايه؟ احنا لازم نعمل، لو اتشالت حماس هنبتدي نقول طب فين بقى القضيه الفلسطينيه ومين هيقبض فلوس؟ ايه اللي هيجيب فلوس لاسرائيل من امريكا؟ ما النهارده لو شلنا حماس وايه اللي معطل حل القضيه الفلسطينيه؟ ما هي امريكا حماس. امريكا وحماس واسرائيل. يا استاذ مجدي هي النهارده لو اسرائيل حلينا مشكله فلسطين مع المشكله بتاعه غزه وراحوا قعدوا في سيناء، اسرائيل هتقبض منين؟ مين هيقبض اسرائيل؟ مين هيبعت لها طيارات؟ مين هيبعت لها اسلحه؟ ما هي امريكا. اسرائيل عايزه الوضع زي ما هو. لو عايزه تجيب اسماعيل هنيه الصبح هتجيبه، لو عايزه تجيب الزهار هتجيبه، لو عايزه تجيب حمص هتجيبه، هتجيب الناس دي كلها. فاحنا النهارده قدام خطر جاي من حماس. انسى موضوع العربيه وانسى ان ده دوله اسلاميه واحنا بنتعامل مع دول مش اسلاميين، دول ارهابيين. هناك فرق بين الاسلاميين والارهابيين، وهناك فرق بين الاسلام المتشدد والاسلام المعتدل والاسلام الوسطي والاسلام الكريز اللي هم بيعملوا حاليا بتوع داعش. فانا النهارده لازم احط حماس دي النهارده، وبنقول له يا سياده الرئيس اضرب بيد من حديد. الشعب عايز، انا عايز اروح بيتي النهارده ما لاقيش قنبله تحت بيتي. عايز ابعت ابني مدرسه ما ارجعليش ميت في صندوق. عايز ابعت ابني يروح الجيش
يخدم بلده ما يرجعليش ميت. عايز ابعت ابني بنت مستشفى ما ترجعش ميته. انا عايز اعمل ده كله. لان النهارده ما هو المشكله كلها ايه؟ ان انا عايز ابث الرعب في وش الشعب. تخاف تركب اتوبيس، تخاف تروح عملك، تخاف تروح جامعه، تخاف تروح مستشفى، تخاف تمشي في الشارع. هي عمليه ارهاب غير ان انت أنواع. تفقد الثقه في كل مؤسسه الدوله. ما انا النهارده قالوا لي النهارده الرئيس هيجي هيقضي على الارهاب. الارهاب موجود. ما هو الرئيس مش هيشتغل لوحده. وهتروح المستشفى مش هتلاقي علاج، مش هتلاقي علاج، مش هتلاقي دكاتره، ومحدش هيستقبلك. ياس. والنور هيقطع والميه مش عارف ايه. ياس. فارهاب فكري. اذا هيبقى في شائعات. يا وبرضو احنا داخلين على الانتخابات، ودي الكارثه السوداء الكبيره دي. فهيبتدي ترويج إشاعات إن الدولة لها هدف إنها تأجل الانتخابات علشان الوضع الأمني، أو هيتم التحايل بأي طريقة لعمل بعض المشاكل علشان احتمال هذا الموضوع ممكن يتأجل لغاية لما تحل المشاكل ديت. يعني أقصد مشاكل قانونية في وضعية التوزيع اللجان والمناطق الانتخابية والكلام ده يعني. فهل إحنا عندنا الوعي إن إحنا لازم نبص للحاجات دي نبقى حذرين في التعامل معها، ولا برضو هنبتدي نبلع الطعم ونبتدي نخش ونصدق اي حاجه تتقال؟ استاذ مجدي، انا رايي الشخصي يمكن رايي ضعيف وبسيط، انا مش محتاج انتخابات دلوقتي. ده مش وقت انتخابات. كل الاصوات اللي بتنادي عايزين، انا عايز أفهم. انت عايز مجلس الشعب في ايه دلوقتي؟ يجي يشرع ايه؟ يشرع لك ايه مجلس الشعب؟ هو يعني الهدف من وجود مجلس الشعب ان هو يتولى التشريع لكل القوانين اللي الدولة محتاجها في الوقت الحالي. اوكي، انت ايه القوانين انت محتاجها دلوقتي؟ قوانين طبعا الرهاب. الرئيس الجمهورية مخول ان هو النهارده وعنده كافة عنده كافة القوانين تؤهله. بس هي في نقطة بتحكم هذا الموضوع، ان هي خارطة الطريق كانت لها التزامات ومن ضمنها انتخابات مجلس. بس دلوقتي الوضع اتغير. دلوقتي انا قلت ان انا همشي في الطريق ده. انا بنرجع نقول طبعا الامن القومي اولا. هو كنت متوقع ان ده هيحصل؟ لا طبعا. كنت متوقع النهارده انا همشي في الطريق ده وماشي في طريق قناه السويس، وانا ماشي لقيت حته هنا ما تنفعش. يبقى قدامي حاجتين، يا اكمل فيها واعمل كارثه، يا اما اعوج نفسي وارجع تاني. دلوقتي الوضع هو عيب ان انا اجل الانتخابات. انا مستعجل على ايه في الانتخابات؟ عشان اعمل قوانين ارهاب؟ مصر فيها قوانين من القوانين الارهابيه اللي هي من قوانين العاديه. قوانين العاديه ممكن عندنا تستخدم. جميع انواع القوانين اللي تاهلك انت، قوانين تظاهر عندك. مش محتاج قوانين تظاهر، لان عندك كل القوانين اللي موجوده عندك تخليك تقف على التظاهر، تقضي على الارهاب، تعمل قوانين طوارئ، تعمل كل ده موجود عندك في مصر. لكن انا النهارده عشان اقعد استعجل واعمل لجان وابتدي اعمل تحالفات. لان النهارده تعالى بص، النهارده عندك مجموعة ماشية مع كمال الجنزوري، في مجموعة مش عارف مين واخدها، في عندك ده وعندك ده الحزب الوطني النهارده أحمد عز النهارده راجع بيعمل عمل له توليفة وابتدى تشتغل. النهارده أنت مستعجل ليه؟ تيك يور تايم، خلي العملية استنى شهرين ثلاثة أربعة. ما احناش مستعجلين على قوانين. الوزارة شغالة، رئيس الوزراء راجل نشط، الوزراء بيتخذوا قرارات، ما بقاش في قاعد مرتعش قبل كده. النهارده العملية فيها رواج، في شغل بيحصل في البلد. انا اجل الانتخابات لان ما ينفعش الانتخابات دي يحصل وراها مذابح. الاخوان المسلمين مستنين اليوم ده، مستنيك تقف في طابور انتخابات يفجر لك حته، الناس تخاف تطلع في الشارع. هيطلع لك مين؟ الزيت والسكر تاني، ابتدي نعيد نشتغل في الموال من جديد. خد وقتك الاول، نظف لي البلد، وبعد كده افرش لي السجاده عشان امشي عليها كويس. النهارده انت عندك يا استاذ مجدي سجاده، عندك كاربت في البيت، وعندك ماسوره ميه ضربت. قدامك تو اوبشن، يا تجيب مروحه وتنشف، يا اما تشيل السجاده وتنظف تحتيها. مظبوط. انا بقى عايز اشيل السجاده وانظف تحتيها. ودي وجهه نظر طبعا واجهه جدا ولها كل مبرراتها، واعتقد ان الموضوع ده ممكن يكون حد ما ناخدش المسؤولين بيفكروا فيه. يا استاذ مجدي بالعاطفه. لا طبعا، هو يعني استحقاق خريطه الطريق بتلزم الدوله بهذا، ولكن اولويات الامن القومي تمنح لرئيس الجمهوريه باتخاذ القرار المناسب لاتخاذه في رئيس الجمهوريه. عايز ياخد اي قناه مجدي يطلع عن المحكمه الدستوريه. عنده مستشارين سياسيين وقضائيين يساعدوه. المحكمه الدستوريه موجوده. لكن انا حاليا البلد في بركان، البلد في تحت في فايل. احنا متوقعين ان الفتره اللي جايه دي، خصوصا بعد قرب لو هيتحدد ميعاد للانتخابات او حاجه، ان الاخوان هيعملوا على زعزعه الاستقرار. مش الاخوان بس، كتير طبعا، مش الاخوان بس، غير الحاجات الخير. احنا ليه يا جماعه النهارده احنا ناسيين حاجه كبيره؟ احنا ناسيين السلفيين. احنا سيبنا السلفيين خالص ونسيناهم خالص، لكنهم دول في طاقه. السلفيين من اخطر من الاخوان في التشدد بتاعهم. ولذا انا شفت يسري حماد طلع قال ايه يوم ما حصل الموضوع ده، وده نائب رئيس حزب ونائب رئيس الجبهه. لا، دول قصه تانية، واحنا مش عاوزين نغلط نفس الغلطه اللي غلطها السادات لما بدل الشيوعيين بالاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه وفي الاخر موتوه. ما احنا بنعيده اهو. هنعمل الكلام ده؟ لا، لازم نبقى ناخد بقى يعني ايه،
يعني يقول لك يعني ناخد بالنا او نستفيد من التجارب السابقه. بس كده طيب. خد بالك السلفي مش سهل. بالظبط. معانا مدام دوله، مساء الخير واسفين على انك سبناك على التليفون مده طويله. مجدي على فكره المشكله بتاعتكم انكم متعلقوا الناس على التليفون ساعه ساعه. احنا اسفين جدا يعني فندم. اللي عنده شويه شحن ممكن يخلصوا في الوقفه دي. اللي طبعا ده احنا شويه دقايق ممكن يروحوا، دي كارثه. احنا نفسي نعمل حلقه خاصه للتليفونات مرة بس مره واحده كده هو مع بعض. شكرا للحلقه الجميله دي. انا عندي كم نقطه كده بسرعه هقولهم. اتفضلي. اول حاجه حسني مبارك كان ليه دور في حكاية بناء الجدار العازل، وهو بدأ يبنيه بمسافة طويلة، ولما جت الكارثة بتاعت 25 يناير خدمونه اللي عمله. دي نقطة يعني الواحد يقول حق فيه، هو عمل حاجات وحشة كتيرة لكن هو بدأ عمل الجدار العازل ده، ويا رب يخلص على خير، وده كان المفروض يتعمل من بدري من أول كارثة حصلت في سيناء. انا بقول للسيسي بقول له نظف الوزارات والاخوان المسلمين لسه بره في الدول الاوروبيه، السفراء كلهم في ناس كتير اخوان مسلمين ما بيعملوش اي حاجه للقضيه بتاعت مصر خالص، هي لسه الاخوان المسلمين متغلغلين في البلد يا استاذ مجدي استاذ رأفت. هو لازم دايما نظف الكهرباء لابد من تطهير المؤسسات المصريه من الاخوان، ينظف كل الدنيا كلها ينظفها من الاخوان المسلمين. الحاجه الثانيه عايز اقول لامريكا، لو اللي حصل في مصر ده كله من ضرب وقتل لجنودك ودول كنت قلت حقوق الانسان وكنت قبلتي انه من حقوق الانسان ما نعملش كده، كانت قتلت الناس بالثلث، كانت قتلت طبعا طبعا. فما حدش يسمع لا لاوروبا ولا حقوق الانسان ولا لا ولا ده ولا المرحله دي عدت المرحلة دي خلاص. الشيطان هو الإنسان دي يعني يوقفوها. الحاجة اللي لازم يشتغلوا عليها دلوقتي حركة حماس يا أستاذ مجدي. أيوه. حركة حماس هي اللي كانت بيقولوا ليها إيد في المجزرة الأخيرة. ما يسكتش عليها السيسي. الحاجة الثانية ما يسكتش على اللي بيحصل في الصعيد في القرى للأقباط الفديات. الفدية دي اللي بياخدوها من الأقباط دي ده ما خسارة على البلد من ما هو ده إرهاب برضه. المسيحيين. فأنا بتعشى من السيسي ده يمسك بيد من حديد على الناس دول، وهو بدأ بداية دلوقتي بس متأخرة شوية، لكن نتعشم إن الرب معاه يسيده ويمشي البلد على خير إن شاء الله. شكرا يا مدام دولة لمداخلتك، شكرا جزيلا. معانا الدكتور سعد، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ مجدي، أهلا بيك. زي الصحة؟ الحمد لله، أهلا بيك. يعني أنا سعيد إن أنت في الحلقة، انت وسياده اللواء. الله يخليك، اديتوني لقب جامد قوي يا دكتور، انا مش عارف اللقب ده جاي منين يعني. انا ما اعرفش ان هو كان له في معلومات عند سعادتك. ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. الله يخليك. الحقيقه سعيد جدا بالحلقه، انا ما عنديش اي مداخله، لان كفايه اللي انتوا قلتوه، تعيش كفايه اللي بحثتوه، كفايه اللي اتكلمتوا عليه. شكرا ليك وشكرا لتشجيعك. ويا ريت يعني تبقى تتعاد مره واثنين وثلاثه، او تعملوا حلقه مره واثنين وثلاثه ان شاء الله. انتوا الحقيقه يعني قللتوا من الحلقات انتوا الاثنين، ما اعرفش ليه. ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله منتظرين باذن الله. ان شاء الله يا دكتور. شكرا جزيلا لاتصالك وتشجيعك الجميل، وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنك وظن المشاهدين. الله يحفظك. شكرا يا دكتور. السلام. هو في الله يسلمك، في الدكتوره رجاء كانت رجعت تاني ناخد مكالمه بسرعه قفلت. طيب احنا اسفين برضو. طيب نرجع للموضوع بتاعنا. هو بس انا عايز انول حاجه، في نشوف فيديو للاحزاب لما عملت تجمع الجبهه الوطنيه لمكافحه الارهاب، نبص عليه شويه ونكمل الكلام في الحته دي، لان هو ده يمكن التضامن والتعاون المفروض المصريين كلهم يكونوا على قلب رجل واحد زي ما بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشوف الفيديو بتاع الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب ونرجع نكمل حديثنا. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأول عن الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب. تنادت القوى الوطنية أحزاباً ونقابات وهيئات وشخصيات عامة لتصطف في مواجهة الإرهاب، وقد تم اليوم
عقد الاجتماع التأسيسي الأول لتشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار ووجود الدولة المصرية. وقد اتفق الحاضرون في بداية الاجتماع على تشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأحزاب والقوى الوطنية والشخصيات العامة والفنانين والأدباء والمثقفين والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية والاتحادات الطلابية لضمهم إلى هذه الجبهة. إن الإرهاب الذي نواجهه ونقاومه هو فرع من فروع الإرهاب الدولي في المنطقة العربية كلها. إن الأمة في حالة دفاع شرعي عن نفسها في مواجهة هذه المؤامرات الإرهابية، ولها في سبيل ذلك أن تستخدم كافة الوسائل والسبل المتاحة لإزاحة هذا الإرهاب الأسود ودحره إعمالاً لنصوص الدستور والقانون. وقد انتهى الحاضرون إلى ما يلي: تشكيل لجنة للتواصل السياسي مع كافة الأحزاب كما ذكرت سابقاً والقوى والفنانين والأدباء والمثقفين والشخصيات العامة من كل من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، الدكتور عمرو الشبكي، الأستاذ أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لاستكمال التواصل والتشاور لانتهاء من تشكيل الجبهة. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. طيب احنا شفنا الفيديو اللي شفناه دلوقتي عن الجبهة الوطنية موجة الإرهاب. هناخد اتصال تليفوني برضو بقاله مدة على التليفون ونرجع نتكلم نكمل الحديث بتاعنا. الأستاذ نبيل مساء الخير. مساء الخير. بصراحة برنامج رائع وربنا يبارككم. الله يخليك. شكرا. بس عاوز أقول حاجة، يعني أنتوا بتتناقشوا قضايا مصر ما تنسوش لو سمحتم من فضلكم قضايا الأقباط. طبعا. يعني كلكم بتناقشوا قضايا مصر حاجة كويسة جدا وكويسة، دي بتأثر على الأقباط كمان. طبعا. بس الأقباط ليهم خصوصية برضه، ليهم قضايا، أرجو إنكم ما تنسوهاش. وشكرا. طبعا. قضايا في دمنا. شكرا شكرا أستاذ نبيل. شكرا. في حد على التليفون تاني؟ طيب معانا الدكتورة رجاء تاني. مساء الخير دكتورة، اهلا بيكي. ايوه اهلا يا دكتورة. ايوه معلش، انا عايزة انا اولا بشكركم جدا جدا على الحلقة وعلى كلامكم، كل اللي انتوا بتقولوه احنا بنقوله. أيوة. كأنكم عايشين معانا. بس عايزة اطلب منكم طلب، يا ريت لكل الناس اللي في مصر ولكل كل يعني المصريين اللي بره، وانكم تبعتوا تلغرافات تأييد للسيسي وتقولوا له ان احنا معاك وبظهرك، زي ما احنا هنا بعتنا تلغرافات ليه عشان خاطر نأيده. اوي اوي. وألف شكر، أنا مش هطول عليك. شكرا ليك يا دكتورة. شكرا وشكرا لاهتمامك والفكرة الجميلة دي. طبعا احنا ما بعتناش تلغرافات، انا ممكن الفكرة دي نعملها، نبعت تلغرافات تأييد، ولكن احنا من غير اي حاجة خالص، احنا كلنا وكل المصريين في الخارج وكل يعني المصريين بمعنى المسيحيين والمسلمين اللي في الخارج بيؤيدوا الرئيس في كل خطواته لمكافحة الإرهاب، وكل يوم بتروح له إن شاء الله. أعتقد أنه هو يمكن عن طريق الـ الـ القنوات الفضائية هنا وعن طريق السفارة، وعن طريق السفارة بيوصلوا أراءنا وبيوصلوا تأييدنا ليه في كل مناسبة الحقيقة. ولكن فكرة الإرفاض دي فكرة جيدة جدا، ومن هنا برضو بوجه ياريت كل المصريين اللي يقدر يبعت أي برقية تأييد سواء بالتلغراف أو بالإيميل أو بالفاكس أو بأي حاجة، اللي ممكن لجريدة، ممكن لرئاسة الجمهورية لو دخلنا على موقع، أو للسفارة بالسفارات. وهي ممكن ترسل هذه البرقيات لوزارة الخارجية. نرجع لاستكمال الحديث بتاعنا. احنا زي ما قلنا ان الاخوان عندهم خطة لزعزعة الاستقرار في مصر الفترة اللي جاية، مش هيهدوا الاخوان. مش لوحدهم يا استاذ مجدي، الاخوان انت بتتعامل دلوقتي مع فئة الاخوان، حماس، قطر. كويس.
دول ثلاثة في تمويل وفي ناس عندها إرهاب ومعها سلاح، والتانيين اللي جوه اللي هم بايعين البلد. التمويل لو قطعت التمويل يبقى أنت قضيت على نص الإرهاب في مصر. تقطع التمويل ازاي؟ ان في قرارات لازم تتخذ من ناحيه الجزيره وجزيره ناتو والكلام ده، كان دي ما تخشش مصر خالص يعني، حاول باي طريقه، لان القناه دي بتروح تجيب لك حاجات مصوره في اماكن تانية خالص بتصورك ان ده بيحصل في مصر. لو قضيت على التمويل هتقضي على الارهاب في مصر، هتقضي على الانفاق، هتقضي على حماس تماما. حماس لازم تنحط في مكانها الطبيعي، ما بقاش عندي مكان ان انا اجيب الناس دي وادخلها مصر وادخلهم بلدي وانا عارف الصبح ان هم اكلين نص اكلين الجيش بتاعي واكلين نص الكتيبه بتاعتي واكلين الكتيبه بما فيها كلها. ما ينفعش الناس دي تاكل على ارضي، ما ينفعش الناس دي تصرف يعني. في معلومات ان في ناس لهم يد في جرائم ارتكبت على ارض مصر فيجب ملاحقتهم قانونيا. يا استاذ مجدي 70% من الحوادث اللي بتحصل في مصر كلها جايه عن طريق ايوه. انا بقول ليه ما يتمش احالتهم للقضاء العسكري؟ ما ده بقى اللي هيحصل، ويبقى فيه احكام، ده زي ما خنق على الناس دي. وبعدين يبقى فيه امر للسلطه الفلسطينيه وكذلك لاداره حماس او السلطه الفلسطينيه او يعني اي حاجه اذا كان لهم دور يعني فتح ملهاش، او يطالبوا من الانتربول بالقبض عليهم بس بناء على حكم قضائي. استاذ مجدي الناس ديت انا لا محتاج اخش معاهم في قضاء ولا محتاج اخش، انا محتاج حاجه واحده، ان انا اعمل شريط حدودي بيني وبينهم واعمل جدار عازل، جدار هنا وجدار عازل من هنا، واسيب العالم دي تعيش زي ما هي عايشه. هم عايشين على التهريب، يروح يهربوا من اسرائيل يبعدوا عننا. احنا 90% من المشاكل احنا فاتحين قلبنا، احنا القلب واحنا الناس واحنا الامه العربيه، واحنا انتهى عصر الامه العربيه وغيره. اللي هيحترمني ويحترم شعبي ويحترم حدودي اشيله فوق دماغي، اللي يعدي الخط الاحمر بتاعه اضربه بالنار في وسط الشارع واخلص منه، لان عشان اجيبه اقعد احكمه واصرف عليه مش محتاج صرف عليه. الحماس هو الدراع العسكري للاخوان المسلمين، وهم الراجل قالوا هذا الكلام، وبدليل ان هم 800 واحد خدوا الجنسيه في خلال اسبوع، وهم مرسي محمد مرسي جام خرجهم من السجون وخرجهم، لان هم اللي خرجوه من السجن، هم اللي طلعوه على وادي النطرون وخرجوه من السجن. النهارده احنا في وضع صعب، مصر عمرها ما مرت بالفتره اللي احنا فيها دي في خلال 40 سنه اللي فات. احنا في وضع صعب، لازم نكون ايدينا بنضرب بعصا من حديد عشان خاطر ده ما يتكررش تاني، لان انت النهارده عايز تقطع البؤر ديت وتنهي منها، ما ترجع لهاش تاني. ده استنزاف لجيشك واستنزاف لقواتك واستنزاف لشعبك واستنزاف. انت عايز تعمل تنميه، ما ينفعش تعمل تنميه وانت عندك ارهاب. السياحه ابتدت تمشي، عشان امشي السياحه لازم اديله الامان، خلي السائح ده يخش عندي ما يحسش ان في 5 مقتولين في شمال سيناء ومقتول جنب سيناء، اقول لك لا طبعا مش ضمني ان انا مش هنقتل بكره. ان يعني بالوضع ده برضو السياحه ماشيه، فانا لازم امشي بطريقه ان انا اتعامل مع العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. لكن كون ان انا اتعامل بقى بطريقه اقول لا او مش لا، انا ما دخلتش ناس دي عندي، ما قعدهمش في الفنادق بتاعتي، ما شربهمش من ميتي ولا اكلهم من اكلي، انا ارميهم بره في الشارع يروحوا يحلوا بشاكلهم بنفسي. احنا بقى لنا 70 سنه بنحل القضيه الفلسطينيه، ايه اللي خدناه من القضيه الفلسطينيه؟ خدنا الارهاب وخدنا المشاكل وخدنا القرف، والقضيه لسه ما انحلتش. هم مش عايزين يحلوا القضيه، هم مش عايزين يحلوها، يحلوها ليه؟ هم ياكلوا ويشربوا منها ويعيشوا منها، بيجي لهم اعانات من هنا واعانات من هنا، ولا عايش في قطر ولا عايش في سوريا ولا عايش هنا ولا عايش. يحلوها ليه؟ ايه اللي عايز نحله؟ بيجي يتعلموا في جامعاتنا ببلاش، بنديهم اعانات وبنديهم يتلقحوا بيد عننا ويخلص منهم وخلاص. ده كلام مظبوط. طيب في خبر برضو من الاحداث يعني اللي يعني خبر الحقيقه يعني كان جيد، نتيجه الانتخابات في تونس. دي خبر حلو طبعا. دي صفعه. ولقينا ان بالصندوق، عارف طبعا قصة الصندوق، هم جم بالصندوق يعني. فاكر انت غزوة الصناديق؟ هو جاب صندوق جزع مش صندوق انتخابات يعني. فتم التغيير في تونس بالصندوق وتراجع الاخوان. انت شايف ده بقى شكله ازاي؟ ما هنا انا بعتبر ان دي برضو نوع من صفعة. المناورة هي صفعة، ولكن ممكن تكون مناورة، بدل ما افقد كله خليني يعني اتراجع شويه عشان ما يحصل لي زي ما حصل في مصر، ولغايه لما الدنيا تتظبط وارجع تاني. انا بحترمهم يعني. اسد انا بحترم ده نوع من الذكاء برضو. طبعا نوع من الذكاء جدا. ما هو الافنديه اللي عندنا لو كان عملوا الخطوه ديت كان ممكن يستمر، كان ممكن يستمر وكان برضو هيبقى في تعاطف الى حد ما من الشعب معاهم. لكن اللي عملوه الاخوان عندنا التانيين انصح منهم. هو الاتلاس ما هي اصل التاني ما شافش، اللي عندنا كانت بالنسبه له الدنيا مفتوحه. يب. انما بتاع تونس هو شاف التجربه قدامه ونتيجتها مش عاوز يمر بيها، والشعب هناك شافها والشعب صفعهم هو بالزبط. بس هو قال لك ايه؟ ليه مي ستيب باك ليتل بيت، خليني ايه يعني ليه مي بوت ماي سيلف باك تو جزر اجين. اللي عندنا ما لحقش يعمل كده عندنا لانه ما شافش. ده لحمه، ده شاب بفتيك عمره ما كان شافها في الشارع. يعني نوعيه اللي هم الاخوانيه كلهم لما دخلوا اول يوم في رئاسه الجمهوريه العالم ما كانش مصدق نفسها ان هم ماشي على باركيه وماشي على خشب وفي سجاد جاي من ايران. العالم ما شافش الحاجات دي قبل كده.
العيال دي كلها كانت حراميه في الشارع، اللي كان مرمي في السجن واللي عمره ما شاف، يعني حاجات كانت بالنسبه لهم ظهور شعر ان هذا ملكه. يعني بعدين خلاص انت فاكر محمد مرسي لما كان رايح قال لك كلم امك يا قول لها انا طالع على الهواء، فاكر اليوم ده ما كان طالع ماشي الانتخابات وكان لسه النتيجه ما اعلنتش والنتيجه كانت معلنه مسبقه، الله يمسيه بالخير بقى اللي عملوه فينا لجنه الانتخابات السابقه يعني. مظبوط. لكن انا عايز اقول لك عليه ان الاخوان دول بتوع تونس خدوا الدرس، اتحكموا بعقليه، استوعبوا الدرس وبيبتدوا يعني يتأنوا وما يوقفوش ضد التيار. ما هو الاخوان دلوقتي انتهت. اخوان مصر انتهوا، اخوان الاسلام، الاخوان الارهابيين اللي موجودين على مستوى العالم خلاص، هم دلوقتي عاملين زي شات الفيران، شويه شويه من امريكا وشويه من هنا وشويه من هنا، لكن هم خلاص هي تركيا اللي عامله لهم سعر، وبكره اردوغان ده يغور ويمشي وترجع الريما وترجع القصص يعني زي الاول زمان. وبتاع قطر قاعد مستني اخوه الثاني ولا يخلف له عيل يجي يشيل منه الحكم، او امريكان يخضبوا عليه في يوم من الايام ويجي يشتغل هنا في امريكا في محطه الجاز ولا حاجه وتمشي العمليه زي زمان يعني. بالظبط. انا بس يمكن بيحضرني حاجه يعني من الحاجات اللطيفه كده، ان التغيير في مصر كان على يد السيسي والتغيير في تونس كان على يد السبسي. فمش عارف المصادفه دي فرق اليه والبلدي. انما يعني احنا بنهني الشعب التونسي بان هو بطريقه ديمقراطيه ابتدى طريق جديد عشان يعرف الفرق بين اللي فات واللي جاي ان شاء الله. وفي نهاية الحلقة احنا الوقت طبعا قرب يخلص وما غطناش يمكن كل النقط اللي كنا عاوزين نتكلم فيها، فان شاء الله يكون لنا لقاء اخر نستكمل. بس انا عايز اوجه رسالة يا استاذ مجدي قبل ما تقفل. فضل. للاعلاميين في مصر. فضل. اتقوا الله في مصر، ما نجريش ورا الملايين اللي بتاخدوها. انتوا عملتوا فلوس حلوه قوي. واللي عمل 15 مليون في السنه و20 مليون كفاكوا كده، اللي بقاله 10 سنين وهم عليهم دور مهم قوي. هو ده يومهم. هو ده دورهم. لازم يتعاملوا بضمير، ضمير الوطن. ننسى كل اللي في حياتنا وننسى كل مشاكلنا وننسى النقد. عايز تنقدني في حاجه انقد. بالظبط. ويبصوا للصالح العام لمصر، لان الخراب يا استاذ مجدي طبعا هيقوم مع الكل. الارهاب ما بيعرفش مسيحي ومسلم. بالزبط. ما بيعرفش درزي واسلامي ولا بيعرف قبطي ولا ارثوذكسي ولا كاثوليك. الارهاب ارهاب، القنبله ما بتنفجر ما بتفرقش. ده مظبوط. فالارهاب هيطوله وهيطول بيته وهيطول عياله. اذا النهارده عملت فلوس كله ممكن يروح مكرم منك في قنبله واحده تشيلك وتشيل بيتك. فانت اهم حاجه عند الاعلاميين يقفوا مع البلد، وجهوا الرساله الصح، بلاش ننقد ونطلع الحاجات وكلب عض مدرس ومدرس عض ما اعرفش ايه وصور وقع على عيل. الحاجات دي كانت بتحصل ايام مبارك وبتحصل اسخن من كده واسود من كده، بس ما حدش كان بياخد باله منها لان كانت العمليه ياما محكومه، كانت العمليه ما حدش يقدر يطلع العيوب دي. النهارده احنا الاعلام بقى مفتوح قدامنا، الحريه موجوده قدامنا، نتأنى فيها بس لحد ما نعدي المرحله الصعبه. وبلاش حد يقرب ناحيه الجيش. بالظبط. بليز. المفروض خط مفروض. احمر. حد يهوب ناحيه الجيش. الناس دي شوفوا فقدوا كام شهيد لحد النهارده من خيره اجناد الارض. اصل الجيش مفيش بعديه حاجه. ما خلاص ما الجيش يعني راح. الجيش انت هتروح. مش موجود يبقى مصر مش انت موجود. هتروح. لازم تفهم انت كاعلامي او كراجل بتوجه رساله. مفروض. ان حد هيرحمك لما الارهاب ده يخش في البلد والبلد كلها تضيع. لازم النهارده نقف مع بعض ونشيل مع بعض الجيش، لازم نشيله فوق دماغنا لان هو ده حامي هو مصر، حامي الامه العربيه، مصر حامي العرب يا استاذ مجدي. حامي العرب. النهارده انت عندك مشاكل في اليمن، العراق رايحه، ليبيا رايحه، السودان رايحه. يا جماعه احنا هنروح فين؟ احنا في غابه من الحروب. وانا بضم صوتي لصوتك ان فعلا يجب علينا كلنا كمصريين جوه مصر وبره مصر وفي كل حته في العالم ان نقف ورا بلدنا، نقف ورا الجيش، نقف ورا الشرطه، وندعم كل القرارات اللي بتتخذ لمكافحه الارهاب. وان شاء الله كلنا امل وبنعتقد ان ربنا هيقف مع مصر بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنعبر هذه المحنه بسلام ان شاء الله، ويتم القضاء على الارهاب قضاء نهائي باذن الله. نشكر حضراتكم ونتمنى ان احنا نشوفكم على خير في حلقه قادمه ان شاء الله. ونترككم في نهاية الحلقة مع أغنية سلم لي على الشهداء اللي معاك، ونشوفكم على خير إن شاء الله، وتصبحوا على خير.
الغدا اللي معاك سلم على كل اللي هناك سلم على الشهداء اللي معاك سلم على كل اللي هناك عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيك سلم على الشهداء اللي معاك سلم على كل اللي هناك عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيك وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي ارتاح انت وحقك جاي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم بص على السماء بتصغرت لك وملايكة فرحك معظيم اللي حصل ده ثواب عظيم والليلة شهادة وتكريم بص على السماء بتزغرط لك وملايكة فرحك معاني وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي وحياتك في وراك اخوات ارتاح انت وحقك جاي وشك متسوق بالطين صبرها انك حي وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي ارتاح انت وحقك جاي الطيبين اهل مصر بيحلموا بمستقبل أفضل لمصر مبارك شعب مصر